بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، والأيام تتسارع ونقترب من الشهر الفضيل بإذن الله. نرجو أن نلقاه وأنتم جميعا بكل خير ونحقق كل الأحلام الطيبة بإذن الله. ولكن حلقة اضطرارية دائما عندما يكون هناك ماتش هام على بطولة هامة. أهلا بالتأخير إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بإذن الله تعالى. حلقة الخميس من برنامجكم ملك وكتابة فيها الكثير من الموضوعات المهمة، حتى وإن كنا فعلا زي ما أشار المهندس عدلي مضطرين إلى ضغط الوقت والاكتفاء فقط بساعتين من ملك وكتابة، لكن أعتقد ما يكون حلقة فيها وداع الغالي، فيها كمان ترقب للي جاي، فيها الحديث عما تم إنجازه من صفقات، وفيها الكلام عن أن كل ما يحدث مع الأهلي في هذه الأيام شوية برد خفيف. القصة وما فيها، لكن خليني الأول أتوقف مع المهندس عدلي كمهندس للصفقات قبل ما يكون مقدم لملك وكتابة. النهاردة ندعت شوية. إيه؟ ما أنت تحب الأول انفرادات. طبعا. حتى السادسة مساء أيوة. كنا نعمل على إنهاء صفقة المدافع أحمد علاء. أحمد علاء لاعب الداخلية. لعب كويس قوي، يعني هو ترشح من أكتر من حد وشكر فيه ناس كتير، وحرص الكابتن خطيب حتى يلم المعلومات بنفسه عنه. والحقيقة هو يعني كما يبدو لاعب منشوق القوام، على خلق، حتى الآن مطيع تماما لكل التعليمات. يعني على مدى أسبوع أو 10 أيام محدش يعرف حاجة، محدش يعرف حاجة، ما فلتش منك. لا، محدش يعرف حاجة، يعني كان ملتزم بالتعليمات. ولكن 24 سنة. احنا 24 سنه سن 23 24، يعني هو بيقفل 24. وهو اخو محمود علاء، مدافع الزمالك واسكندراني. لكن لما جينا نتكلم انا التكليف خدته من 10 ايام، فقعدت عايز اتواصل مع مين، مش عارف مين يعني بالظبط اتواصل معاه. قالوا لي لواء عثمان دسوقي يعني هو المسؤول. جبت تليفونه، اتضح انه في عمره وهيرجع امبارح. هنقعد 10 ايام دول من غير حسم. فقلت له هستاذنك نعمل كل الاجراءات، لا كل اللي هو الوقت اللي بنسميه الهارد جوب، اللي هو يعني الهارد وورك، الشغل الصعب، المفاوضات، الاتصالات، ودي نقلتنا الى نقله لمستوى اعلى في التفاوض. الحقيقه لازم اشكر القائمون على امر نادي الداخليه، السيد مساعد وزير الداخليه اللواء محمد يوسف، طبعا عثمان بن سوقي، طبعا كابتن علي عبد العال، عملوا مجهود معايا وأبدوا تعاون هايل. تمام، هايل. السقف بادي من فوق زي اللي بتقرا كلك. خلاص دلوقتي ما حدش بيكلمك إلا من فوق قوي. لكن اقتنعنا مع بعض إن ليس من الصالح العام إن احنا ننساق وراء هذا الأمر. فالأمور مشي بشكل يكاد يكون معقول، فضلا على إن كان، قلت لهم احنا بقالنا مده ما عملناش حاجه مع قطاع الداخليه، لا شرطه ولا داخليه. ومن الهام جدا ان الناس تشعر يعني بالتعب، ان احنا في يعني في رجل هنا وفي رجل هنا. الحقيقه كان استجابه. حلو المدخل ده. استجابه وتوري لك حس رجل الدوله. يعني عندما يرفض السيد مساعد وزير الداخليه، والسيد وزير الداخليه قال له خلاص مفيش مزادات، إذا كنتوا شايفين مصلحة الولد وهو عايز يروح الأهلي يبقى نحاول ناخد حقنا المعقول من النادي الأهلي. ده حاول حد يتدخل حتى في اللحظات الأخيرة، ك
كان الرد كده خلاص احنا ادينا كلمة، حاول حد يتدخل. احنا ادينا كلمة. فده موقف يحي عليه ونشكرهم جدا ونثمن على هذا التعاون. الحقيقة النهاردة لحد الساعة 6 كنا بنكتب عقود وبنعدل تفاصيل، احنا اتفقنا على الفريم او الاطار العام لكن دخلنا في التفاصيل. التفاصيل احيانا تعرقل كل شيء. وطب دي ليه يا باشمهندس كاتبينها كده ليه؟ عندما يجدوا التفسير المنطقي اوكي، وهم ايضا دي شايفينها ملهاش لازمه، ما احنا خلاص احنا بنخلص اوكي. انا من يعني كان تشعر ان في حرص ان الموضوع يخلص، ما كانش فيه بقى تشبث من كل جانب بألفاظ او بنصوص كده ولا توجس، ما حدش متوجس من الثاني. انا اشكرهم جدا جدا. اقدر اقول رغم ان انا كنت عندي حلقه في البرنامج كنت بتوسل اليهم ان انا عايز اروح لسه هغير وهرجع وهاجي على القناه، فاشفقوا عليا في الاخر ويعني انهينا كل الاجراءات على ستة الا ربع كده ونزلت من النادي بقى، روحت غيرت وجيت لحضرتك. احمد علاء في الاهلي 5 سنين؟ 5 سنين. يعني جميل انه لم يناقش اي امر من الامور. وجميل ان الكابتن سيد وبالاتفاق طبعا كنت مكلمه قلت له هيجي لك وهيجي لك معاه وكيله، وكيله بيمثله هو فقط. لا بيمثلني ما اعرفش، والداخليه قالوا له ولا بيمثلنا، بيمثل اللاعب. فمن المنتظر ان خلاص بيمثل اللاعب بس يبقى هنخش في مقاوحة. لكن الحقيقة مشيت سلسة جدا لأنه شعر أن النادي فعلا حطه في مكانة كويسة، لا في مبالغة ولا في أيضا ضغط عليه. بالعكس اتنقل النقلة الكبيرة بالنسبة له، لكن في نفس الوقت البداية المعقولة بالنسبة للنادي الأهلي اللي يقدر يبني عليها خطوات لقدام. وهو عرف كويس قوي أن مستقبله اتغير لما جه النادي الأهلي، ولن يحتاج انه يتكلم، محتاج يشتغل وهيلاقي دنيته بتتغير من غير كلام. مفيش يا ابني تصوير لان الرعاه لهم حقوق ولازم في بروتوكولات وفي مراسم في التصوير التزام. خف الحديث حاضر. يعني انا متوسم، السلوك الطيب يدل على اللاعب الطيب لان الناس شافته في الملعب، ده مش دوري. ايوه اللي شافوه في الملعب بيشكره في امكاناته. هو طويل متر حاجه 88 87 يعني طويل، لعيب طويل. الكابتن علاء بيقول انه بيتقدم بسرعه. يعني ربنا سهل، هو جه في الحته اللي كمان الجهاز عايزها. طيب هتكلم في جزئيتين. الجزئيه الاولى واستحمل انت كمصدر بقى دلوقتي. الجزئيه الاولى دي بداية الصفقات لتدعيم خط الدفاع، ده آخرها ولا احتياجات الجهاز الفني؟ ما هو أنت مش هتاخد مني غير اللي أنا قلته. طب الناس عايزة تسمع. مش هتاخد لا أنت ولا هم غير اللي بيخلص. طيب فكرة أنت لسه مخلص على سبيل التدعيم للمستقبل صنع ألعاب نادي الشمس. شوف يا حبيبي حلو قوي إنك عرجت على هذا الموضوع، لأن إحنا الحقيقة يعني داخلين في مزايدات جامده جدا. كل ما تخلص لعيب لازم يحصل لك حد يلقح عليك ويلقح على الصفقه ويلقح على المضمون. يا جماعه النادي الاهلي عارف هو بيعمل ايه، واحنا ماشيين هنا في دعم الناشئين علشان كمان سنتين وثلاثه ما نبقاش محتاجين نبقى في الموقف ده ان احنا بندور على لعيبه بره نسمع ارقام هتتضاعف في السنين الجايه. فبندعم نفسنا تحت للمستقبل. فمن فضلكم والله حاجه مزعلكوا في ايه؟ فارجو يعني، وللاسف الشديد ناس كنت احسبهم زي ما بيقولوا يا كبرنا يا استاذنا، وبعدين ابص الاقي عشان ما ردتش على حد منهم في التليفون يومين ثلاثه ورا بعض. موقف الحقيقه انا اسف عليه جدا. بيتكلم بطريقه على الاهلي، بيتكلم بطريقه على الانتقالات، وبيتكلم لمجرد انك ما ردتش عليه، وكان علاقته بيا انه كان يعني
بيدهني يا كبيرنا يا استاذنا يا حبيبنا انه ان انا مصدره، وهيعلم ان انا مش هقول لحد حاجه في شغلي. فاذا كانت علاقه بعضهم بيا ان انا مصدر، يقطعوا ويهاجموا خلاص هبقى فاهم. لان انا الحقيقه يحضرنا هنا كابتن صالح لما قال انا عندي درج في حاجات معينه كده ما بشوفها في بني ادم صعب اثق فيه تاني. طيب انت عندك يوسف جبالي بقى. يوسف جبالي ده لعيب بقالنا 3 سنين يعني الناس بتتكلم فيه. سمير كمونه، كابتن اسامه حسني، كابتن سمير، ناس كتير. وانا كان تملي نادي الشمس بيكلموني كما لو كنت صاحب شأن. يا جماعه انا والله كل دوري لما تكلموني بكلم الكابتن عبد العزيز، بكلم الناس ما يعرفوش يوصلوا لاتفاق. الولد كل ما يجي يتحرك يمين ولا شمال ويروح هنا ولا يروح هنا يكلموني اكلم الولد. شاري الاهلي جدا. هستنى. شاءت الظروف ان انا دلوقتي بقيت اقدر اتواصل. رحت نادي الشمس، قابلت حبيبك رئيس نادي الشمس اسامه ابو زيد. اسامه ابو زيد وهو اعلامي كبير وزملكاوي كبير. ولكن صحفي في اخبار اليوم من اصدقاء الاعزاء يعني. ندى انت يا ابني، قال له يا كابتن ده حلمي وانا بقالي 3 سنين وما صدقت كابتن عادل اللي يجي لحد هنا. قال له يا ابني روح الزمالك. فقال لي، قال لي خلاص اعتبره عندك. قلت له شوف، احنا وصلنا لنقطه ان الولد ده خلاص ما ينفعش ان انت تبص فيه على اساس انه صفقه تجاريه. هو فاضل له سنه 97، هو ما جاليش السنه دي هيبقى صعب خلاص يجي الاهلي. انا لازم اشوفه على الاقل سنه. على الاقل لو كان جه السنه اللي فاتت كان زمانه اتصعد فوق. فعايزين يلحقوا دلوقتي وما تبصش على اللي تاخده منه دلوقتي. لو انا اقنع اللي هناخده عرب نيه البيع، هيجي اخر السنه الناس هتقول وعايزينه بقى يتايد، هدي لك المبلغ المتفق عليه. لكن دلوقتي يعني مبلغ بسيط جدا، يعني ما هوش مبلغ، هو مجرد مبلغ رمزي يساعد ان الولد يخش النادي الاهلي. خلصت، مضينا ومضى شراء مؤجل يعني، عرب نية البيع. زي انطوي وزي لعيبه كتير وكده يعني. اشكر مجلس اداره نادي الشمس تماما اللي كانوا حريصين. وبرضه ابننا ظهر بصوره بفانيلا حمراء كده، واحد من اصحابه اداها له يتصور بيها. قلت له لا، لان اللي هيعمل كده في غرامات، الرعاه هيدفعوك غرامات في مراسم لاعلان اللعيبه. اللعيب اللي هيعمل كده هيدفع الغرامه دي. فطبعا انا بقول كده لكل اولادنا اللي هيقولنا، محدش يصورك، محدش، لان في مراسم في النادي الاهلي. خلاص انت لعيب محترف. لا انا بقى بقولها بقى بشرحها. الرعاه ليها مراسم اعلان. انت بتنبه على اللي هتمضيهم لسه اي اللي. حد القديم والجديد. الجديد اللي هم بتوع فباذن الله شكرا. باذن الله نجد ضلتنا. هو المهم، هو الصعب ايه؟ الصعب انك تلاقي اللي انت عايزه. في الناس متصوره ان الصفقات بس جيب 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 وخلاص عشان تطمن. طب لو جبت مش هجيب احسن من اللي عندي؟ ولا يعني او اجيب حد صغير ممكن قدامي يبقى احسن من اللي عندي. ادي الشغل يبقى كده. لما نلاقي حد يجي يقدر يخش على طول في الاطار العام هنجيبه بس. انما يعني اعتقد ان جهاز الكره دلوقتي بيشم نفسه، جاله حد في المكان اللي هو عامل له صداع وفي اصابات كتير. باذن الله احمد علاء يلحق يتسجل في افريقيا يعني. بكره الصبح يسجلوه لو عايزين. يعني وخاصه هو انهى الدوري مع الداخليه فجاهز. وده في ميزه، ما لعبش افريقيا يقدر يسجل. يمكن الاستفاده السريعه. ده شأن بقى من يخص شأن الجهاز. طيب البعض ليه تعليق على حته ان انت بتشتري لجزئيه المستقبل والناشئين مفهومه. جزئيه ان انت بتجيب بعض الناس من الدرجه الثانيه. ما هو انت فاكر كل اللعيبه اللي بتشتريها اللي بتسمع 30 و25 مليون و30 كلها جايه منين؟ من الدرجه الثانيه. من الدرجه الثانيه. فيا او عبر. بالظبط. سموحه، الاسيوطي، المقاصة الداخلية، سنة أو سنتين كل دول
كانوا من سنة هو بيعملوا النقطة اللي الأهلي كان بيكتفي باختبارات الناشئين. ولما كنا قبل كده بنعمل زي الأندية دي وليه ناسي كانت بتجيلي منهم إسلام محارب. واخد بالك؟ أنا عايزك تتخيل إن أحمد الشيخ جالنا كان انتقال مباشر وكان هيدفع فيه 150,000 ولا 100,000. عبد الله بكري نفس القصة كنت هتدفع فيه 200,000 250,000. لعيبة كتيرة جدا. ناصر منسي بتاع الشمس. ولد اللي هو راح الداخلية هداف وأصبح بيلفت الأنظار. اللعيبة دي كلها جت، لكن الأهلي وقتها عايز لعيب جاهز قوي يقدر يخش. طب أنت أحمد علاء اديته تعليمات في حتة إنه ما يتصورش وما يخالفش؟ بس هيعمل معانا مداخلة المفروض. ما يردش على التليفون ولا يرد؟ ما أعرفش رد عليك ولا لا. يا كابتن أحمد أهلا بيك. أحمد علاء. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أحمد، وألف ألف مبروك ليك والجمهور النادي الأهلي. أنا هسيبه منك ليه؟ ماليش دعوة بينا، أنا زهقان منه، أنا بتكلم معاه من العصر. أنا باشمهندس أنا بحبك. ألف مبروك يا أحمد، وإن شاء الله تكون إضافة قوية للنادي الأهلي وحاجة مهمة لمستقبلك إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. أستاذ إبراهيم تحياتي لحضرتك وتحياتي للباشمهندس عادلي اللي تعب معايا كتير في الفترة اللي فاتت دي. وعايز أقول النادي الأهلي نادي كبير. نادي اعظم نادي في القاره. عارف ان انا داخل على مرحله صعبه بالنسبه لي، مرحله اثبات ذات، ان انا ابقى ادي المسؤوليه، ابقى عند حسن ظن الجميع، جمهور واداره وجهاز فني، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه ليا ان شاء الله. ان شاء الله. احمد قول لي الاتصالات المهندس عدلي بيك او مفاوضات النادي الاهلي بدات معاك من امتى بالظبط؟ احمد معلش في بعض المشاكل في الاتصال يا جماعه. اتفضل يا كابتن. الاتصالات مع الباشمهندس عدلي ابتدت من حوالي اسبوعين او ممكن. تتحرك من مكانك شويه يا احمد عشان الشبكه بس والاتصال، اتحرك سنه يعني. اتفضل. الاتصالات مع الباشمهندس عدلي ابتدت حوالي من اسبوعين او ثلاث اسابيع شهر. كلمني الباشمهندس عدلي وقال لي ان هم محتاجيني مع في النادي الاهلي. وقلت له طبعا ده شرف كبير ليا ولنادي كبير من انديه القمه في مصر، النادي اكبر نادي في مصر بالنسبه لي. لازم ابقى حاجه كويسه بالنسبه لي يعني. كان في عروض جايه لي لكن انا ما اقدرش احط النادي الاهلي في القرن مع اي نادي في مصر. النادي الاهلي نادي كبير، نادي ليه جمهوره. كمان بيمتاز ان في ناس تعرف قرارات ممتازه في النادي الاهلي هيساعدوني في الفتره اللي جايه ان شاء الله. العروض كانت منين يا احمد؟ لا بلاش يا احمد. لا. طب اخوك علاقته بيها ايه؟ بس هو انت عايز يقدر يقول لك. طيب اخوك محمود علاقته بيها ايه؟ لا محمود والله العظيم محمود قال لي اختيارك انت شوف انت عايز ايه. وذكاني ان انا يعني هبقى موجود داخل جدران النادي الاهلي طبعا. هو فكر بعقلانيه شويه، قال لي انت وقرارك، وبرضه ارجع لوالدك شوف انت. مش لازم يبقى القرار انا اخوك، بس لازم القرار يبقى موجود برضه شاركت والدي بيه. فوالدي قال لي لا طبعا، انا بتمنى النادي الاهلي، النادي الاهلي رقم واحد في مصر. محمود اكبر منك بكام سنه يا احمد؟ ثلاث سنين. تمام. انتوا من اسكندريه مش كده؟ لا انا من البحيره مركز ايتال بارود. من ايتال بارود قريب من اسكندريه. قريب. بدايتك كانت فين؟ بدايتي كانت ناشئين حرس الحدود. زي محمود برضه. ناشئين حرس الحدود، بعدها مشيت فترة كده كنت رحت نادي الأسيوطي فما حصلش نصيب، فرجعت على اسكندرية تاني. كانت حاجة قريبة بالنسبة لي عشان الدراسة. كان والدي مصمم إن أنا أكمل دراسة، وبعدها كملت عشان الدراسة جنب النادي سبورتنج. فرحت نادي سبورتنج ثلاث سنين. بعد ثلاث سنين
اخر سنه بالنسبه لي كان في ماتش ودي مع نادي فرسانه في اسكندريه، كان بيتفرج كابتن علاء عبد العال. بعد الماتش اكلم الحاج عامر حسين، هو متولي الاداره عندنا في نادي سبورتنج. فكلم الحاج عامر والامور كانت متيسره يعني الحمد لله، ورحت نادي الداخليه من خلال نادي سبورتنج. انت مواليد 94 مش كده ولا 93؟ لا 94. 94. طيب انت يعني جاي النادي الاهلي بكل اللي الناس عارفاها عن قيمه الاهلي وعن فانيله الاهلي، دفاع الاهلي، تولي الدوري وانت بتتفرج عليه كنت شايفه ازاي؟ ما تجاوبش يا علاء. هقول لك ايه؟ اصل ده بتسال لعيب جاي يلعب في الحته دي. لا انا عايز اعرف بس لا 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 مين اللي انت فعلا يعني هتبقى مبسوط لما تلعب جنبه؟ برضه ما تجاوبش يا علاء. طبعا كل التيم لعيبه كبيره جدا، لعيبه انا داخل عارف ان انا داخل نادي كبير كلها لعيبه خبرات هعرف استفاد منها تفيد النادي، وبتمنى بتمنى بتمنى ان انا ادخل مع المجموعه بسرعه. كده تجاوب علاء، كده تجاوب علاء. طيب مدافعين الاهلي اللي قبل كده مين اللي كان بيعجبك؟ كابتن وائل جمعه. وائل؟ انت ده وائل بحبه جدا طبعا. هو الناس بس عايزه تعرف انت طولك قد ايه؟ نعم طولك قد ايه؟ انا طولي 189. طيب يعني قصير كويس قوي يعني طولي انا بالظبط. طيب احمد انت كلمت مع كابتن علاء عبد العال؟ طبعا. كان رايه ايه في مفاوضات الاهلي؟ الكابتن علاء راجل ساعدني كتير في حياتي من بعد ما مشيت من نادي سبورتنج، قال لي انا محتاجك معايا، كنت انا لسه يعني ما كانش في حد يعرف اي حاجه عن احمد علاء. الراجل ساعدني وقال لي النادي الاهلي نقله كبيره بالنسبه لك، الناس بتتفاوض معانا وشوف انت عايز ايه. فقلت له يا كابتن انا طالما النادي الاهلي داخل في مفاوضات جديه انا مش هزايد عن النادي الاهلي، النادي الاهلي اكبر من ان لعيب في اي نادي بيدخل كتير عليه. فقلت له يا كابتن انا تحت امر النادي وبتمنى كابتن ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. قال لي خلاص انت انا معاك في الاختيار وربنا يحضر الامور. بعدها قال لي علاء الباشمهندس عدلي دخل في الموضوع داخل جدي ونادي الاهلي عايزينك. قلت له خلاص يا كابتن انا الحمد لله عندي يقين ان انا رايح نادي كبير جدا، لازم اجهز نفسي الموضوع ده. قال لي هتستفاد كتير غير اللي انت استفدته. قلت له ان شاء الله يا كابتن وانا حابب ان انا موجود في النادي الاهلي. بص يا علاء اخر كلام هقوله لك، انت الان تدخل في مرحله جديده في المنافسه من خلال التعاون. انت داخل في منافسه مع لعيبه كتيره وتقيله قوي في النادي الاهلي من خلال انك تتعاون معاهم وان هم يحبوك ويستوعبوك وانك تبقى واحد زي مستر مان من المكان بيقول انت واحد من العيله، بارت من الفاميلي بتاعت الاهلي دلوقتي، والكوره لعبه جماعيه والاهلي عيله، افهم المعنى ده. انت المفروض تنتظم في الاهلي من امتى يا احمد؟ من بكره؟ لسه مستني تليفون من باشمهندس عدلي ان هو يبلغني. كابتن سيد لسه هنستاذنه اولا نفهمه ونبشره ان كل الامور خلصت، انا ما لحقتش اكلمه انا جيت على القناه على طول ونقول له هو اللعيب تحت امرك بقى شوف انت هتعمل ايه؟ زي ما يقول له. ألف مبروك يا أحمد وبالتوفيق ليك إن شاء الله. يعني لو عايز تلحق يوم تطلع تزور تحتفل في أهلك كده في 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 إيطال بارود أو في اسكندرية وترجع على طول عشان تبقى تحت أمر الجهاز الفني. إن شاء الله إن شاء الله. يلا حبيبي ألف مبروك وربنا يوفقك وتكون عند حسن الظن وتبيض كل وش كل الناس اللي توسمت فيك خير وأولهم الحقيقة كابتن علاء. يعني كان يزكي في امكانيات احمد جدا جدا عندما ساله كابتن محمود الخطيب.
قال له ده يا كابتن لعيب النادي الاهلي ولعيب منتخب مصر، قال له كده. الله اعلم. الله يبارك في حضرتك يا باشمهندس، اتمنى كده عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي والاداره والجهاز الفني ان شاء الله. الف مبروك يا احمد وبالتوفيق باذن الله. شكرا للكابتن احمد علاء مدافع الاهلي الجديد، احدث الصفقات اللي تم ابرامها النهارده تحديدا الساعه 6 لينضم احمد علاء مدافع الداخليه للنادي الاهلي في صفقه لمده 5 مواسم ان شاء الله. يعني الحقيقه اللي عجبني جدا ان كابتن سيد قال لي ما خدتش 10 دقائق قعدتي معايا طلعت له عقود هتتعامل يا ابني 1 2 3 4 هات يا كابتن امضي مضى وقاد. طيب انتظارا للجديد ان شاء الله. عايز ايه؟ خش بقى في موضوع الحلقه ده، احنا عندنا ساعتين يعني فات منهم ثلاث اربع ساعات. فات منهم صفقه واحده. بكره ان شاء الله تعالى مهرجان اعتزال الغالي. الغالي حسام يحتفل فريق الاهلي واياكس امستردام الهولندي في استاد هزاع بن زايد في مدينه العين بختام مشوار حسام غالي مع كره القدم. عامل انت عنوان المجله الاهلي في العين. الغالي في العين. الغالي في العين. الغالي في العين في العين. الحقيقه حسام يعني يستحق كل التحيه وكل التقدير. يا اخي كل ما تسمع الانسان ده خلاص انا حددت له مكانه. يسمع كلامي بس وهوبا هيبقى فوق قوي. طيب النهارده كان في مؤتمر صحفي للمهرجان، حضر كابتن سيد عبد الحفيظ وحضر معاه من اللعيبه شريف اكرام ووليد سليمان وسعد سمير ومروان محسن وحسام عاشور واحمد فتحي، حضر المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان حسام غالي في مدينه العين. وحسام قال ان هو بينتظر جماهير الاهلي كلها اللي موجوده في الامارات ان تكون موجوده ان شاء الله في استاد هزاع بن زايد بكره لتوديعه، واتمنى انه يخرج هذا المهرجان بالشكل اللي يليق بجزء مما قدمه للنادي الاهلي. وقال انه هو سبق لهم مواجهه اياكس امستردام لما كان لعب في فاينورد الهولندي، وانه هيخوض هذه المباراه بكل قوه، وانه عارف انه اياكس مش جاي يهزر، جاي يعبر عن امكانياته وقدراته، وانه سعيد جدا انه يلعب امام اياكس في هذه المباراه. عن اختياره ليوم 11 مايو، ليه اخترت يوم 11 مايو؟ قال حسام في المؤتمر ده الميعاد الوحيد اللي كان متاح يناسب كل الاطراف ويتفق او يناسب ظروف النادي الاهلي قبل سفره الى كامبالا مباشره عقب مباراه الغد عشان يؤدي مباراه مهمه جدا امام كامبالا سيتي في دوري ابطال افريقيا. سئل حسام في المؤتمر يا باشمهندس مين خليفتك في الملعب؟ قال لهم ما فيش حد زي حد، كل واحد له طابع وكل واحد له شخصيته. انا نفسي ما بحبوش، لكن هو بيتوسم الخير في اكتر من لاعب في نص الملعب. قال كريم نيدفيد واحمد حمدي واكرم توفيق لعيبه جيدين وعندهم مستقبل ان شاء الله يكونوا كويسين. الكابتن حسام البدر المدير الفني ابدى امنياته بنجاح المهرجان، وقال ان الاهلي كان حريص جدا على انه يجي يشارك في هذه المباراه وانجاح هذا المهرجان في تكريم حسام غالي، اللي حسام البدري قال انه كان شايف فيه من صغره من هو مرنه في الناشئين عنده سمات قياديه وعنده شخصيه واضحه جدا له مزايا خاصه سواء داخل الملعب او خارجه. وقال ان اخلاص حسام غالي للاهلي وحبه للنادي الاهلي وغيرته على فانيله الاهلي طول عمرها من السمات اللي واضحه في شخصيته. الضيوف بقى ايريك تيج هاج المدير الفني لاياكس امستردام قال انه سعيد جدا بمشاركه فريقه في مهرجان اعتزال حسام غالي، وقال انه احنا نعرف حسام كويس من ايام ما كان محترف في فاينورد، وتمنى لحسام النجاح في خطواته القادمه بعد الاعتزال. ايضا كابتن فريق اياكس ماتايس دي ليخت اعرب عن سعادته بالتواجد في الامارات مع فرقته، وقال انه حسام غالي معروف لديه بشكل جيد وانه اسم كبير لما كان بيلعب في الدوري الهولندي ولا زال يذكره بشكل جيد. مانويل جوزيه المدير الفني اعتذر عن عدم الحضور في المباراه لظروف مرض زوجته اللي بنتمنى لها ان شاء الله كل الشفاء. كتير من النجوم بقى اللي حرصوا على تلبيه دعوه حسام غالي وحضور المهرجان، يمكن بينهم الكابتن فاروق جعفر والكابتن احمد حسام ميدو اللي هيكونوا موجودين. الاهلي كان سافر يا باشمهندس. شوف يا كابتن قبل ما تشوف القايمه هقول لك شويه ملامح سريعه عن حسام غالي. انا اول مره شفت حسام غالي
كنت في نادي سبورتنج في اسكندريه بالصدفه. في اسكندريه؟ اه. وانا ما بروح اسكندريه، اخويا حازم رحمه الله عليه بيلعب كوره هناك، فبياخدني نلعب مع بعض هناك. فيوميا رايحين نلعب، قالوا ده في ماتش ناشئ النادي الاهلي مع مع نادي سبورتنج. شطه كان بيمر. فانا قاعد جنب شطه، وقاعد ولد مكلبز. مكلبز. كلبوزه كده جنبه. بعد شويه قال له يلا حسام انزل. نزل حسام. لفت نظري بطريقه عجيبه، قلت له ايه ده؟ قال لي لا لا ده لعيب كويس قوي، وكابتن الشربيني معلق عليه امال جامده، موصي عليه جامد قوي. قلت له ده لعيب هايل، عنده شخصيه ولعيب كوره كويس قوي بتاع. وبعدين طلعت معاهم مره سفريه، كان منتخب من منتخبات، واحنا ماشيين في الشارع هو ماسك كوره كده، في كور بتبقى اللي هي بتبقى زي كتله من المطاط، المطاط اللي بتنط جامد قوي، ترميها كده تطلع للسقف. واخد بالك؟ بتبقى كده هي ترانسبرون يعني شفافه. لقيته ماسكها يعملها كده ويروح رميها وسحبها. الكوره دي اصعب من الفوتبول بكتير جدا، لانها سريعه واتجاهاتها عاليه وقويه جدا، بول كنترول رهيب جدا، في حاجه مختلفه. بعدين بدات اتابعه طبعا في ماتش روما. فهو كان الشربيني يقول لي ايه عيب حسام غالي، انه بيعمل اللي في مزاج، وساعات ما بيبقاش مسؤول، ما عنديش مسؤوليه. فبتفرج، فجراديولا بيلعب في روما، جراديولا العبقري ده. راح عمك حسام واخده كوبري، وراح لاعب الكوره طويله، راح بلال جايب الجول، اول جول. الله. فقال لي تاني يوم احنا 2-1 كسبنا. قال لي شفت بقى امبارح عملت ايه؟ قلت له صدق انا لو كنتش اخصم منك. قال لي تخصم مني؟ قلت له الكوبري ده لو اتقطع بقى جون فينا. بقى جون دينا. قال لي بس ما اتقطعش. لو عملوا الجون بتاع ريال مدريد لصنديه نفس الشيء. فهو يعني اهو ده في ريال مدريد اهو. لا ده بتاع جراديولا، ده كوبري جوارديولا. اهو احمد بلال جون. افيلينو، احمد بلال شاطها، افيلينو كمل. افيلينو ده اول جون يجيبه مع النادي الاهلي. وما كانش الجمهور يعني لادد عليه افيلينو قوي. بص بص حسام، ها ولف يا جدع. هاتم الشبكة. جوارديولا. اي بص بص يوه. في الواد ده حلوة قوي يا شوارب اللقطة دي. برافو عليك، اهو كده تبقى انت شوارب. في القلب مني. فانا ابتديت ملامح جديدة لغالي. لكن من الحاجات الجميله جدا بقى لما رجع من انجلترا. وبعدين كنا بنمضي عقود، واخر يوم خلاص كمان ساعتين هيتقفل باب القيد، واربع خمس لعيبه قاعدين. قلت هسيب حسام للاخر، ده جاي لي بقى من انجلترا هنشئ فريقي. حسام غالي او اغلى لاعب طلع من مصر ساعه ما طلع. جالي مستر تود، خدوا ايكس، خدوا فاينورد بمليون و400 الف يورو، كان رقم مفزع وقتها. وجي بعد كده خد الكابتن شريف اكرامي ايضا مستر تود ده. فخلاص جيت حسام غالي بقى، وايه بقى بستعد وبقى العجاكيتا للنفس الطويل، واللي ما عندناش وقت الحقيقه، وهيضغط عليا بالوقت. فقلت له ايه يا حسام؟ قال لي يا كابتن ايه؟ تحت امرك. قلت له يعني ايه تحت امر؟ قال لي فين العود؟ كده يا نهار ابيض، السلاسه هي كده؟ انت كنت خدتك اول واحد بقى. وراح ماضي. اللي انا خايف منه، قلت ده جاي لي بقى من تجارب احترافيه. فاينورد، توتنهام، وجاي لي هنا هيقول لي كاني وماني. ما نطقش. فحسام غالي كمان الكابتن شوبير عمل معاه حلقه انا اتفرجت عليها، يبدو انها معاده. سهرني يمكن الساعه 2:15 امبارح. معاده هي كان من يومين ثلاثه.
لكن حسام هدف صندي ادي بتاع ريال مدريد اسيست عجيب برضه. لكن هو 2001 يعني حسام كان لسه برضه طالع كان صغير. هو سنتين خلي بالك ريال مدريد وبعديه روما تاني سنة. فانت كابتن حسام غالي طبعا ردوده شداني مش عارف اقوم. شخصية موزونة قوي وصادقة قوي ومش بتاع تزويق كلام واللي بيجي على باله بيقوله وحاجة حلوة يعني. لحد ما جه في الآخر كابتن شوبير قال له هسألك، قال له بلاش أسئلة عاطفية أو درامية من فضلك، وضحك. بدأ يسأله عن زوجته، قال له ما أنا قلت لك عن والدته رحمة الله عليها، بدأ يتأثر. أما سأله بقى على الأهلي وجمهوره خد نفسه عايز يتكلم مش عارف يتكلم، وبعدين قال كلمة واحدة، شوف الجمال، أنا كنت فاكر نفسي أقوى من كده. شوف التلخيص للي هو حاسس بيه. بيكلم نفسه، كنت فاكر نفسي أقوى من كده. بمنتصف خلاص يا كابتن. طيب الغالي في العين، نشوف هذا التقرير الصوتي عن حسام غالي. الكابتان الغالي، لن نقول وداعا لحسام غالي الكابتان، سنقول له أهلا في مكان جديد. غدا سيترك مكانه على البساط الأخضر في مباراة الأهلي وأياكس على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. بعد غد سيبدأ مشوار جديد في نفس محيط الساحرة المستديرة لخدمة الأهلي في موقع مختلف. مكسب فيه كبير، خطيجة الولد، الله هو حبيبي حبيبي قلبي حسام غالي يا ولد، الله 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 كفاني. حسام غالي من مواليد 15 من شهر ديسمبر لعام 83، هو القادم من نادي بيلا بكفر الشيخ كناشئ، تلقفته العين الخبيرة وسط آلاف الحالمين بارتداء تيشيرت الأهلي ليشق الصفوف سريعا إلى الفريق في عامه 17، بل ويتم قيده في القائمة الإفريقية في نفس العام. شارك حسام غالي رسميا ولأول مرة أمام الشمس في كأس مصر عام 2000، فاز الأهلي بأربعة أهداف من دون رد حينها. أحرز رسميا أول أهدافه في شباك جان دارك السنغالي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك يوم 13 من أكتوبر 2000، وفاز الأهلي حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف. الكابتان لعب للنادي الأهلي 151 مباراة ولمنتخب مصر 74 مباراة، سجل 9 أهداف للأهلي وأربعة أهداف للمنتخب. ساهم في حصول الأهلي على 16 بطولة، منها 4 بطولات للدوري و3 بطولات لكأس مصر و4 بطولات للسوبر المصري، بطولتين لدوري أبطال إفريقيا، بطولتين للسوبر الإفريقي، بطولة واحدة للكونفدرالية. رحلة رائعة لمسيرة الاحتراف الأوروبي والعربي، فلعب في هولندا لفريقي فاينورد وآياكس، وفي انجلترا لفريقي توتنهام وديربي كاونتي، وفي بلجيكا لنادي ليرس، وفي السعودية لنادي النصر. الشكر كل الشكر للكابتان على إسهاماته للكرة المصرية خلال 18 عام. نحن ننتظر الكابتان في بلاط الساحرة المستديرة لخدمة الأهلي والكرة المصرية. وداعا الكابتان. طبعا كل الناس التي سئلت اتكلمت على غالي زي ما كلنا شايفينه، يعني حتى لما جت بعض اللعيبه في هولندا الكبار قوي بيركامب وزمايله اللي لعبوا، في لعيب زميله من تونس كانوا يرافقوا، ضحك وقال غالي ده لعيب هايل وراجل قوي وصاحب صاحبه ومجنون مجنون شويه يعني. ثور هو في السن الصغيره دي وراح احترف في هولندا ومارس عليهم شخصيته القياديه،
ما هم يقول مجنون كويس كان بيزعلهم في الملعب. مؤكد يعني. وهو مش بيزعل لان احسن منهم، هو بيزعل لان هو كده. في ناس كده ما تحبش وهو بيقول انا ما بحبش اخسر، وبالعكس ما بحبش غير اللي اتفقنا عليه والصح. فانت لما تعمل ما تجريش وانا باصي او ما تبانش وزميلك مزنوق بتخليني مش غاضب في الملعب. ما تلعب يا اخي، ما تتحرك، وده اللي اتفقنا مش عارف ايه، لكن يخرج من الملعب ما فيش القصه دي، انتهى. ولازم الناس تفهم كده. يا ما حسام غالي تحمل مسؤوليه زمايله الصغيره. احسن واحد اتكلم عليه امبارح مين؟ اللي قالك شتم واتخانق مع رمضان صبحي. بس وده اللي كان بيتقال على فكره على الكابتن صالح سليم، زمايله مش عارف ايه وبتكرهه وبيزعل ايه ده وبتاع. تيجي سيره الكابتن صالح مع زمايله او المنافسين يقولوا شعر. لان الناس فاهمه هو مش بيتخانق تكبر ولا تعالي عليهم، ده بيمارس قياده، هم واثقين في قيادته. وبيحبهم وبيحترمهم وبيساعدهم. طيب حسام 37 سنه، مواليد 15/12/81، طوله 183، وزنه مثال الحقيقه 79 كيلو، لعب للنادي الاهلي من بيرة كفر الشيخ وسنه 13 سنه، كان وقتها الكابتن ميمي الشربيني ومدير قطاع الناشئين. من وقتها وهو ابن للنادي الاهلي يعني من طفولته. صعد للفريق الاول سنه 2000 وشفته في 2001 مباراته ضد ريال مدريد. تم قيده في القائمة الإفريقية في نفس السنة يعني سنة 2000 يعني وهو عنده 19 سنة. لعب أول مباراة مع الأهلي في الفريق الأول كانت قدام الشمس سنة 2000 أول ما تصعد على طول، وكانت في كأس مصر وفاز الأهلي وقتها 4-0. سجل لأول مرة للنادي الأهلي يوم 13 أكتوبر في مرمى جان دارك السنغالي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. سنة كام؟ فاز الأهلي 3-1. سنة كام؟ 2000. ساهم مع الأهلي في الحصول على 4 دوري، 4 سوبر، 3 كاس مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي، والمرة الكونفدرالية. لعب بالفانيلا الحمراء 151 مباراة، ولعب مع المنتخب 74 مباراة، سجل 9 أهداف وسجل مع المنتخب 4 أهداف. لعب لأندية كتيرة بخلاف النادي الأهلي في رحلة احترافية طويلة، فيها فاينورد الهولندي وفيها اياكس الهولندي وفيها توتنهام الانجليزي وفي ديربي كاونت الانجليزي وفي النصر السعودي 2 وفيها ليرز البلجيكي. الكابتن حسام غالي بيعتبره على راس هرم المخلصين للنادي الاهلي، وقال ان انا عاصرت غالي من اول ما كان ناشئ صغير ومن صغره وانا شايف فعلا ده البدري هذا عنده هذا الاخلاص وهذا الحب وهذه الغيره على النادي الاهلي. وده رد على كل الناس اللي اعتقدت انه علاقة الحسامين فيها اي توتر. حسام غالي هذه الصفات القيادية يا باشمهندس. طب تعالى بقى نشوف. قالوا لك عنده مشاكل مع مانويل، مشاكل مع مارتن يول، ومشاكل مع حسام البدري. لما جت سيرة مانو جوسيه شكر في حسام غالي جدا 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 جدا، قالوا له مشاكلك معاه المشاكل ايه؟ ده علمني كل حاجه. ده راجل عنده الشخصيه اللي لازم انك تحترمها وتثق فيها. سئل عن مارتن يول نفس الكلام. مارتن يول لما جه مصر كل الناس فاهمه انه هيجي هيهمش حسام غالي، فاذا به يتكئ على حسام وكانه عصاه. طول فتره اقامته. البدري اديك سامع رايه. اذا الناس فاهمه كويس قوي ان حسام غالي مش دي المشاكل، دي مش مشاكل بيعملها، انما هي غيره ملعب وكلام عن شخصيه معينه قياديه. لو هادي اكتر من كده ما يبقاش بالاخلاص. خلي بالك الانسان العصبي اللي دموعه قريبه كده، هي دي سماته الاخلاص والبرانيه، كل مشاعره خارجه، كل تصرفاته واضحه، مفيش لؤم ولا مداهنه ولا مواراه، فبتاخد منها الحلو وتتحمل الجزء البسيط او المر. انا اعتقد اللقطات المضيئه كتيره في مسيره حسام غالي، بس يمكن في اكتر من لقطه الناس بتوقف عندها لانه فيها تجسيد لروح ونوعيه ومعدن لعيبه النادي الاهلي
وكبات النادي الاهلي. دي لقطه من ضمن اللقطات المضيئه. بصوا بقى ولاد النادي الاهلي بجد، شوفوا حسام غالي على فكره الاثنين عاشوا مع بعض في استراحه الاهلي. طبعا الاثنين خريجين مدرسه الكوره في النادي الاهلي. فبصوا حسام غالي وعماد متعب، عماد بيستلم، لا مش هرفع الكاس، لازم حسام. وهتلاقوا في مناسبه اخرى حصل العكس، حسام صمم ما دام عماد ما كانش بيلعب هو اللي يشيل الكاس. شوفوا اللقطه اللي حس اهي مفاوضات، عماد بيحاول يقنع حسام لا انت اللي بيقول له لا. بصوا عماد متعب برضو من النوعيه المحترمه جدا من اللعيبه، يعني ابن النادي يعني معناه اهلاوي جدا. شوف هي مشكله، بس هقول لك حاجه، خلينا واقعيين. ابن النادي العبقري لما بيجي يبطل او تقرب مشاويره بتبقى ازمه له وللجهاز الفني وللجمهور، لان المعايير بيحس ان في تغيير. في تغيير. بص كل المفاوضات ديت لا هو قادر يتحمل التغيير ده ولا الناس قادره يعني دي مشكله اللعيبه الكبيره قوي اللي بتبقى في الانديه. عايزه قدر هائل من الوضوح بين كل الاطراف وفهم طبيعه الامر. لكن الحقيقه ناس يا رب ربنا يرزقنا بجوز زي دول. هو فعلا يعني كرم الله سبحانه وتعالى في نوعيه اللعيبه اللي تمثل النادي الاهلي واللي تكون مسؤوله عن مشاعر هذه الجماهير الكبيره. طبعا حسام غالي خلاصته انه اهلاوي. تشوفوا تقول اهلاوي كان باين من زمان، من صغره هو ناوي يوصل ابعد مكان. اتربى على المبادئ واتأثر بالكيان، فطبيعي يبقى سابق يبقى الاول كمان. صبر واخلاص ليا، تضحيات مش عاديه، واللي بيتعب ويدي يوصل لمكانته دي. صبر واخلاص ليا، تضحيات مش عاديه، ناس بالملايين تحبه وتاريخ مداها بيه، وادي اللي بيرضي ربه، بص بيوصل لايه. ما تقولش مع السلامه، في تحدي كبير جديد، ما بقاش في زيه ياما، دول بقوا نادرين اكيد. أهلاوي هي خلاصة تجربة حسام غالي، إنه حد بيحب هذا النادي جدا، حد مخلص لهذه الفانيلا قوي، حد حاسس بجميل وقيمة النادي الأهلي جواه. وده يا جماعة مش من فراغ، دايما وأبدا بنأكد على إنه النوعية اللي تمثل النادي الأهلي لو ما عندهاش هذه السمات وهذه الصفات قلتها أحسن. الأهلي ما ينفعهوش اللعيب التجاري، اللعيب اللي جاي فاهم إنه هيرتبط مع الاهلي على الوش كده ويلعب له زي ما يكون بيلعب في اي نادي تاني، لا افضل له وافضل للاهلي انه يشوف نادي تاني يناسبه هذا الشكل وهذه العلاقه. لكن فريق يحتاج الى هذه التضحيات، فريق وراه جمهور بهذه الكثافه وبهذا الحماس وبهذه المشاعر، الجمهور اللي النهارده وهنقول لكم دلوقتي احد المواقع العالميه بيعمل رصد لاكثر انديه العالم تتويجا بالبطولات كلها، فبيجي النادي الاهلي رقم واحد. بتقول اسمه
موقع في الجول او موقع جول، موقع جول العالمي. احنا هنستعرض معاكم موقع جول بكل ما ذكروا من قائمة عن البطولات، لكن انتم متخيلين يعني الاهلي بكل هذه القيمة؟ الاهلي بكل اللغات في حتة تانية، في حتة تانية خالص. ومع هذا عشان شوية برد خفيف زي ما المهندس عدلي قال، الناس تحس بكل هذا القلق. ما انت لما بيجيلك برد يا استاذ ابراهيم وتبقى بعافية شوية بتبقى واحد تاني، ولا بتبقى انت بس عندك شويه برد هيخف وهترجع تاني الوحش بالظبط الطويل العريض اللي بخاف منه بالظبط. طيب يعني هنروح لموقع جول، لكنه بعد ما نكمل حسام غالي يا شوارب، هي الفكره كلها يا جماعه شويه البرد دول عشان يخفوا وعشان الفريق يتعافى، لازم الجمهور يطمن ان في دكاتره كويسين قوي شغاله على ده كويس قوي. فارجوكوا بلاش حد يصدر لكم لا المساله اكبر من حجمها. بعض المحبين بيعملوا ايه؟ الشوات البرد دول بيجيبوا المخده يحطوه على نفسه يفطسوه. صدقني هناك من هم اخطر على الاهلي من اعدائه ومنافسيه. داخله داخل عبايته، مش داخله يعني جوه النادي، داخل عبايته، الذي لا يستطيع ان يحب والديه صح يضر منظومه العائله. بص جدا بصوا بقى اللقطه اللي انا بقول لكم عليها من اللقطات المضيئه جدا جدا في تاريخ اي لاعب او في مسيره اي حد. بصوا التضحيه، شايفين حسام حاطط وشه فين عشان يبعد الكوره في منطقه خطوره؟ بصوا رجل الخصم جايه تحت وشه على طول، لكن خوفه على الاهلي ودفاعه عن فانيلته وحماسه الشديد خلاه ينزل لغايه مستوى الارض ويبعد الكوره بدماغه عشان يقوم يكمل. هي دي الروح اللي بتفرح الجمهور. لا يعني وهي دي الروح اللي بتجيب اكثر انديه العالم تتويجا. لفظ مجازي كان بيتقال، ما كانش حد متخيل ممكن يترجم ايه اللي هو نازل ياكل نجيل الملعب. بالظبط هو بياكل نجيل الملعب، بياكل النجيله. حد كان متخيل اللقطه دي هترجمها حسام غالي ان ياكل نجيله الملعب؟ حبا في الاهلي وخوفا على الفانيلا ورغبه في انه يبعد الخطر عليها. بصوا حجم التضحيه وحجم الاحساس بقيمه الفانيلا وقيمه الاهلي. عشان كده يا جماعه الناس قالت لا احنا قلنا سلبيات كتير قوي. احنا انتقدنا اداء، عبرنا عن وجهات نظر البرنامج في كثير من بعض النقاط وقلنا كان يصح يحصل كذا لكن في وجهه نظر كذا. لكن في فرق بين انتقاد المحب وفي بقى فرق بين انتقادات المتربص اللي هو انت مش شايف يعني اي حاجه ايجابيه خالص، عايز تهدها بالمره علشان تفقد الفريق كل لا يدهشك يا كل فرص العوده. البعض ممن كنا نحسبهم اولادنا يقول لك ايه، هم جايين يدافعوا بيطبلوا للاهلي. صور احنا متهمين بالتطبيل للنادي الاهلي. ايوه بنطبل النادي الاهلي يا ابني انت وهو، وبندافع عن النادي الاهلي يا ابني انت وهو. امال انت جاي تنخور في النادي الاهلي؟ اذا لم تستطع ان تحب الاهلي ما تحبوش يا اخي بناقصك. انت جيت لقيت النادي الاهلي عظيم زي ما احنا جينا لقيناه عظيم فحبيناه بعظمته دي وحرصنا نحافظ عليها. أيوة. لكن اذا كنتم متصورين انكم احتكرتوا وجايين تسحبوا بقى عنكم انتوا احنا هنعمل له كتالوجنا، اوعى تزايد على حد بمبادئ النادي الاهلي. انا استحملها من المنافس لان اقدر اخده وشين ثلاثه واكشفه وانا عارف مشاعره، لكن انا يبقى صعب عليا اعملها معاك. انا كنت متوسم في ناس كتير خير. ايه اللي جرى؟ ازاي اللي كنا فاكرينهم دول هيبقوا درع الاهلي انك شايل هم الناس دي بعضهم يعني، ولكن في ناس منهم ممكن يشرد شويه ويرجع يتكلم. طبعا الاهلي محتاج اللي يدافع عنه، امال محتاج اللي يهاجمه؟ اذا كانش قناه الاهلي منبر الاهلي هي اللي تدافع عن نادي الاهلي، واذا كانش ملك وكتابه اللي شعارها من يوم ما طلع ما تخافش على الاهلي. احنا التطبيل ده عمال على بطال، مش احنا اللي بنعمله، احنا شلنا في وقت ما كفلنا على ايدينا لما استشعرنا ان في خطر على نادي الاهلي. ما احناش عايزين حاجه من حد. ولا مش احنا عدنا سنتين البرنامج ما بيطلعش، ما رضيناش نروح يمين وشمال، وتعرض عليك تعمله لوحدك وتعرض عليا اعمله لوحدي وتعرض علينا نعمله احنا الاثنين في حته.
اتعرض ولا ما اتعرضش؟ صحيح. سنتين ما بنطلعش. صحيح. لان طعمه هنا. صحيح. ولانه جايين ندافع عليه على النادي الاهلي، وقلنا خلافنا عمرنا ما بنشخص. اللي بيقول لك انت بتدافع وبتطبل، ايوه ايوه انا بدافع عن النادي الاهلي، ويا ريت اعرف اطبل له بس بوعي، مش بضلال. لا، وقلنا 100 مره هنا احنا خلافنا مع المكتوب وليس مع الكاتب. عمرنا ما بنخاصم حد، مش دورنا ان احنا نزعل من الناس، لكن نزعل قوي اللي بيتكتب اذا كانش بيكتب بشكل لائق على النادي الاهلي. بص، ده حسام غالب في الترجي نفس اللقطه في نفس المباراه اللي فيها اللقطه التاريخيه بتاعت انه بيشوط الكره من على الارض بدماغه. استاذ ابراهيم، حسام غالي ها نوعيه بكل اعتراضات البعض عليه، الافريقي التونسي سوري، بكل هو يجسد النادي الاهلي واخلاص الاهلي. ما اقدرش اقول ان انا حسام غالي ده لا يناسب النادي الاهلي، واصله ساب الاهلي عشان قوت عياله. سيب الاهلي عشان قوت عياله ويرجع له. ما هربش من الاهلي عمره. طبعا كان في فترات انتقال، وبيقول لك انا ماشي، اعمل حسابك على البديل. وهي المره الاخيره اللي انتقل كان الدوري واقف والنشاط كله يا سيدي متعطل، انما اللي عايز يشوه يشوه، واللي فاكر نفسه قاعد بقى لابد في الدوره قال يعني مسك ماسكه ومش عارف، ومالك وكتابه طلع زي هندافع. والله ما هتكششنا انت وهو، اوعى هنقول لك لا 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 احنا مش بنطبل، ونقعد نتفرج على الاهلي بيتظلم ونسكت. وانا لما اجي اقول لك ان في ماتش الزمالك اللي انا خسرته 2-1، تعال نشوف الاحصائيات بتقول ايه. ده دفاع عن الفاضي والمليان، اللي بنبهك على ان كل الارقام الفنيه كانت لصالح النادي الاهلي، وغاب عنه التوفيق. ما هو زي ايه لما غاب عنه التوفيق، مش غاب عنه المستوى. لان كان في كور كتير جدا ممكن تخش جوان، كان الكلام كله اتقلب والعوده الاهلي والكامباك اللي عمله كان هيتقال الكلام كده. فاحنا مش بنقول الاهلي في احسن حالاته، الاهلي عنده وعكه برد، هنقف جنبه ونديله الحاجات السخنه والفيتامينات وبتاع، واحنا واثقين فيه. استنوا بس اما يقف على حيله شوف هنعمل فيكم ايه تاني، ولا هنقول لهم اهو ظهر على حقيقته، اكتم نفسه، حط المخد على على نفسه. احنا هنظل احنا بندافع عن الاهلي، ومعانا كل الذين يؤمنون بالاهلي. اللي عايز ينظر علينا وعايز ياخد الاهلي في حتته يعمل اللي هو عايزه. انا ما بحجرش على حد، بس زي ما انا ما بحجرش عليك يا سيدي ما تحجرش عليا. بالظبط. طيب، الجهاز الفني للاهلي وبعض اللعيبه تكلموا عن اعتزال الكابتن حسام غالي. الحقيقه كان كل حد يسمعهم خلال اليومين اللي فاتوا في المواقع، في الجرايد، في بعض البرامج الفضائيه، كل الناس اللي اتكلمت كشفت عن قيمه ومعدن هذا اللاعب عند الكابتن حسام البدري، عند الكابتن سيد عبد الحفيظ، عند كل اعضاء الجهاز وعند اللعيبه. فانا اعتقد لعيب بكل هذا الحب وبكل هذه الصفات والسمات الشخصيه الواضحه جدا في شخصيته وفي قدراته تخلي النادي الاهلي فعلا سعيد جدا وفخور بواحد من ولاده المخلصين قوي، وهو بيودعه بكره ان شاء الله في مباراه اياكس الهولندي عشان يسافر الاهلي منها باذن الله الى كامبالا سيتي. كلام اللعيبه عن حسام غالي ممكن يبقى كويس، لكن لما يكون لعيب في نادي اخر زي مهند لاشين، مهند لاشين لاعب نادي الاسيوطي، لما سئل عن حسام غالي، يعني ده واحد في نادي تاني خالص، نشوف لاعب الاسيوطي مهند لاشين رايه في الكابتن حسام البدري ايه، زي ما قالوا في حسام غالي ايه في قناه دي ام سي. ايه حكايتك مع حسام غالي؟ ده قدوتي. قدوتك بتحبه؟ قدوتي. هو ده مثلك الاعلى في مصر. بالظبط، هو كابتن حسن عبد ربه. فكنت بتمنى ان انا العب مع الكابتن حسام غالي الصراحه في منتخب بقى بره جوه في اي مكان كنت اتمنى. اول ما نزل الملعب كنت ببص له، ده حاجه كبيره بالنسبه لي الكابتن حسام غالي طبعا، وبالنسبه لمصر كلها طبعا. انا بحبه جدا. كنت مجهز له مفاجاه انت في لقاء الكاس تقريبا صح؟ كنت مجهز قميص صورته وان انا اتصور معاه بيها، لان هو لما عرفت موضوع اعتزاله يعني وكنت ناوي يعني في وقت اعتزاله في اليوم انزلها وكده، بس ما لحقتش تقريبا. كان بقى المكسب والفرحه بتاعه المكسب وكده، كان يعني كان هو خرج وموضوع هرب بقى.
مهند لشين عنده يعني هذا التقدير له حسام غالي يا باشمهندس. بص من الناحيه الفنيه ما هيش عايزه مناقشه، من الناحيه السلوكيه اكتر ناس تحكم عليه زمايله اللي لعبوا معاه واللي لعبوا ضده. معاه واللي لعبوا ضده، فلما اللي لعبوا معاه يشيدوا بيه واللي لعبوا ضده يشيدوا بيه واللي اختلفوا معاه يشيدوا بيه ما احنا ننسحب. احنا ما لعبناش ضده ولا لعبنا معاه، هنفتي؟ لا، يبقى الراجل ده قيمه، يبقى الراجل ده ليدر قائد، يبقى الراجل ده انتظره في موقع اخر باذن الله. انت شاورت عليه بدري قوي. انا بقول لك ده انا مش هشوفه اليوم ده، ربنا يديك الصحه وطوله العمر. انما بقول لك تذكر، بس فكر الناس اللي معاد لقاء قال ربنا يديك الصحه. لو هو عايز، لان دي برضو لازم يؤسس نفسه لهذه المهمه، هي مش هبه. انا بقول له لك من السمات ان تصبح يوما ما رئيسا للنادي الاهلي. رئيسا للنادي الاهلي لديك، عايز تشتغل على كده اشتغل، لكن هي مش هديه. لا، ده انت هترمي بياضك مره واثنين وثلاثه، وهيضغط عليك وهتتحمل مسؤوليه وهتدير ازمات من خلال اختبارات في مواقع صغيره كده، هتنجح فيها ولا لا، وهتنسى خالص شخصيتك كلاعب كوره كما فعل الكابتن صالح سليم، وكما فعل الكابتن حسن حمدي، وكما فعل الكابتن الخطيب. كل واحد نسي شخصيته كلاعب كوره في الملعب. في يوم ما كان المدلل في الملعب، في يوم ما كان بيعمل اللي هو عايزه. لكن عندما يمثل النادي الاهلي بقى في مواقع اداريه، ما فيهاش كباري ايه، ما فيش المسؤوليه بقى، ما فيش مخاطر، في كلام محسوب، ما فيش كمان مبادئ بالادعاء والمنظره. انا باخد موقف قوي لمجرد اتقال عليها رجل مبادئ، وهو ده الفرق اللي بيني وبين انا عدل القيعي في مفهومي. لما الناس ساعات حتى اللي بيحبوا الاهلي يقول لك هو ده الاهلي، ايوه هو ده الاهلي، يعرف امتى يتوقف، امتى يشد، وامتى يطبطب. هي دي مبادئ الاهلي، ان تمارسها بذكاء وبادراك، والا تتحول الى شيء فج يتنبأ به الجميع. محاولات علاج نزلة البرد مستمرة باذن الله بعلاج، بس المطلوب الاستجابة. فيتامين سي مش كده؟ فيتامين سي والاكزخانجي برضه يبقى فاتح، مش هروح الاقي قافل وبيتعشى ولا بيعمل يعني. وما يعليش سعر الدواء وما يقوليش ضريبة. المهم ان الناس تطمن. بص، تطمن ان في مجهود بيبذل. يكلل بايه؟ الله اعلم. لا نعد الا بان نبذل الجهد ليلا نهارا. لأفضل تدعيم يفيد الفريق. لأفضل تدعيم وبأقصى الطاقة ودون بخل، ولكن دون دون البخل دي، ودون تفريط. بالظبط. محدش يستغل تاني. أنا مش هاخد كوباية مية لأن بموت في الصحراء تبيعها لي بألف جنيه. لا. تعرف؟ لا. ممكن أموت وما أخدهاش منك بألف جنيه. اللي بيفهم بقى قيمة الأهلي. مش عايز تفهمها كده؟ اصل الاهلي مش هيموت. وهي كوبايه ميه او كوبايه عصير. الاهلي عنده شويه برد. علاجها معروف جدا. طب استنى، اللي عمالين يقولوا لك اصل فلان غاب. ما عبد الله سعيد. طب ما بتقولوش اصل ازارو، هو لو عبد الله سعيد موجود واجاي مش موجود وازارو موجود وعلي معلول مش موجود وسلية مش موجود وغالي مش موجود، خلاص؟ هيقدر يعمل عبد الله سعيد ولا هو ولا غيره؟ طبعا. ليه؟ عبد الله سعيد يتحرك في سيستم، في سيستم بتحركات دول. طبعا. تمريرته لما بيلعبها عارف سرعه ازارو ان هو هينقذ الهجمه. بالظبط. زي ما انت قلت لي الكابتن محسن صالح كان يدي الكوره عند رايت الكورنر تلاقي المجري، لو مش المجري ثلاث اربع مسافات محسن غالي بره. محسن صالح بره، يا بره ما حدش فاصل له. ولو ما فيش سنتر فيرود زي الخطيب اوفر مصطفى عبده مش هتترجم. اذا هي العمليه عشان كده لما بقول ما فيش حد ملوش بديل. لاني اعول على تكامل المهارات واللعب الجماعي. لكن لما كل الرباعي ده ولا الخماسي اصحاب الخبره يكون مش موجود، لازم يبقى في شويه برد. احنا بعافيه لحد ما يرجعوا، مش هتفتقد ساعتها حد.
زي ما كان بتكسب بيهم وما افتقدتش حد. عبد الله السعيد لاعب هايل، لكن خد مننا وقت قد ايه عشان يوصل للي هو يقدر يعبر بيه عن نفسه لما لقى العناصر اللي تستفيد من تحركاته ومن ذكائه لما لقاها. لكن انا اودي لك سرو باس وانت ما تجريش، هتعمل ايه؟ ولا حاجه. هتدي 100 سرو باس ما حدش حي، مش هتفكر ساعتها، ناس مش هتشوف عبد الله زي ما كان كتير بيحصل. انا بقول لك ازارو واحد من اهم اللعيبه، لانه كان يترجم التحركات دي بخطوره بلاش اجوان، ولما كان بيضيع كنت بقول يشكل خطوره وده الاهم، هيجيب الاجوان بعد كده، كنت اثق تماما في المرحله دي. اجاييه نفس الشيء، لما يوصل انه يبقى في تناغم بينه وبين نتيجه مهاره اجاييه، مش فكر عبد الله لوحده. اذا دعونا ننتظر تعافي الفريق واستكماله كده والايام بيننا. نشوف بعض الزملاء الصحفيين في تقرير عن رايهم في الكابتن حسام غالي ولحظه الوداع. زي كل الماتشات في النادي الاهلي، يعني تعودنا انه الحكايه مش حكايه نتيجه ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه ولا حتى بطوله، هي كتله من القواعد الرولز زي ما الناس بتقول، وبالتالي شايفها مباراه مؤثره، طبعا مؤثره في حلم العروس يعني الافريقيه اللي باتت عنيده شويه على الفارس الاحمر، لكن ان شاء الله قادر حسام البدري ونجوم الاهلي انهم يجتازوها بعد التعادل اللي يعني شويه عمل ضبابيه مع الترجي، لكن الاهلي قادر على 3 نقاط في كامبالا سيتي. ان لم يحصل على 3 نقاط هيبقى لكل حديث او لكل مقام مقال يعني زي ما بيقولوا، وبالتالي لا ان شاء الله لا يمكن التفكير فيما هو عدا الفوز ان شاء الله. مباراه كامبالا سيتي مباراه فارقه جدا بعد التعادل النادي الاهلي في مباراته الاولى امام الترجي. انا اعتقد ان الناس كتير يعني تحدثت على فرص الاهلي بعد مباراه الترجي، علما بان النادي الاهلي في المباريات الثلاثه الاخيره كان مع الترجي في القاهره بيتعادل ولكن بيفوز خارج الديار، انما مباراه كامبالا بقى مباراه مختلفه لان هي خارج الديار اولا، ولانها مباراه اللي ممكن النادي الاهلي يقطع بيها مسيره كبيره نحو التأهل إلى دور الثمانية طبعا بإذن الله، لأن هي مباراة هتكون صعبة خارج الديار، وفريق الكامبالا خسر مباراته الأولى وبالتالي عنده برضو نفس الحافز أنه يحقق نتيجة إيجابية على ملعبه، لكن هي مباراة هتكون مهمة جدا في مسيرة الأهلي لسببين، أولا لأنها تاني مباراة بعد التعادل في القاهرة، ثانيا لأن أو يعني في مصر يعني الذي لا يلعب في القاهرة الآن، ثانيا لأن هي المباراة الثانية والأخيرة قبل التوقف الطويل تقريبا شهر ونص قبل العودة بعد كده بعد كأس العالم لاستئناف الجولة الثالثة في بطولة أفريقيا. ما ضاع في مباراة الترجي الله يضيع في مباراة كامبالا، ويقفز الأهلي مبكرا عشان ما ندخلش في الحسابات ورايحين نلعب مع فلان ورايحين نلعب مع فلان، إن احنا عايزين نخلص مهمة سفير الكرة المصرية في هذه البطولة، ان احنا عندنا سفيرين، سفير في الكونفدرالية وسفير في ايه؟ في دوري الابطال، ودوري الابطال غابت علينا كتير وما تعودناش في مصر انها تغيب كتير من ساعة ما الاسماعيلي اول ما فاز بيها، ثم الاهلي والزمالك فازوا بيها، ثم الرقم القياسي بتاعنا بتاع مصر بتاع النادي الاهلي، عايزين بقى نكمل في هذا المجال زي ما بنتمنى ربنا يوفق المصري ويحقق الكونفدرالية، لان مصر ريادتها بتأكد ده، بس ريادتها بالجهد الجديد والجيل الجديد يمشوا على نفس المنوال ويعود الأهلي لمونديال الأندية من جديد إن شاء الله.
كابتينو حبيبي كابتينو يعني بفارق السن طبعا ليا معاه مشوار طويل، اخويا الصغير ونجمي المفضل وابني احيانا، عشت معاه من الناشئين بطعم برونزية العالم في الارجنتين 2001، شفته في كل افراحه واطراحه واحيانا احزانه وانكساراته، كان دايما راجل، كان دايما سابق سنه. الحقيقة هو نموذج للشباب، تغرب من نعومة أظافره زي ما بيقولوا من 11 سنة، ومع ذلك لم يعني يفلت من خط مستقيم مش عليه، عشان كده النجومية رزق من عند ربنا ناله وحسام غالي الغالي على الكل، واللي كان يمكنه البقاء طويلا لكن في الملاعب يعني، لكن خلينا نقول انه هيبقى حول الملاعب، يبقى زومة الإدارة. انا مش عارف ليه شايف ابننا العظيم حسام غالي في الإدارة ان شاء الله الكروية الحمراء اولا. طبعا حسام غالي طبعا كان واحد من النجوم التاريخيين للمصرية، واحد من اللعيبة اللي قطعوا اكبر، واحد من اكبر المشاوير في الكرة المصرية، ما بدأ من موسم 99-2 يعني سنة 99 ونحن الآن في عام 2018، 19 سنة عطاء للكرة المصرية، سواء لما كان في النادي الأهلي أو لما خرج للاحتراف خارج مصر وكان نموذج جيد. الحقيقة يا حسام غالي كان الميزة اللي فيه إنه مش لعيب كورة، مش لعيب فنان كورة فقط، ولكنه كان شخصية قيادية هائلة، كان بيتحكم كتير جدا في إيقاع فريقه بحكم أنه شخصيته قوية ومع زملائه اللاعبين. كان لاعب أيضا عنده العطاء والأداء المميز على مدى سنين طويلة، وده اللي ميزه عن نجوم كرة كتير. الحقيقة نتمنى له كل التوفيق في مشواره الرياضي المستقبلي، وأنا أعتقد أنه نموذج لرياضي ولاعب كرة من الممكن أن يكمل مسيرته في مجالات أخرى كثيرة من الإدارة والتدريب ومجالات كثيرة في كرة القدم يعني. أولا كل تحية لحسام غالي، واحد من أبرز اللاعبين أنا عصرتهم من هم في الناشئين، شخصيا كنت أرى أنه لسه قدامه سنتين، لكن خلاص ده قراره، وأنا بحيي أي نجم ياخد القرار المناسب في التوقيت المناسب، لأن بيني وبينك احنا بنقول قدامه سنتين، طب وقعد سنتين هيعتزل، يبقى يعتزل هو واقف على رجليه والناس بتقول له لا ده انت ممكن تكمل، دي اللقطة وده القرار. وما يميز شخصية حسام غالي في مسيرته الكروية أنه صاحب قرار وأنه صاحب شخصية قيادية، عشان كده أنا بحييه وبقول له شكرا على ما أمتعتنا به في السنوات الماضية، نتمنى أنك أنت تكون كادر إضافي بقيمة إضافية حلوة سواء داخل المنظومة الإدارية للنادي الأهلي أو المنظومة الفنية، وتستفيد منك مصر من خلال اتحاد الكورة، من خلال أي مجال أنت شايفه، وأعتقد سيكون إضافة لأنه هو لاعب ذو مواصفات خاصة، وبالتالي كانت المواصفات الخاصة القيادية، والقيادية دي تعكس الشخصية، فسماته الشخصية ممتازة ويكون قدوة محترمة للأجيال الجاية. وانا اعتقد يعني مفيش حد ممكن تسمعوا رايه دلوقتي عن حسام غالي الا لما هتسمعوا نفس المعاني، التقدير، الاحترام، الاشاده، السمات اللي شايفينها، الرجوله يعني. انت خلي بالك انت ممكن تجامل زي ما انت عايز، بس لما تكون بتجامل تسمع 10 اجابات مختلفه يعني، تجيب 10 ناس يبقى تبص تلاقي المجامله عشان بيدوروا على ألفاظ مش مقتنعين بيها فيقول لك صفات غير الثانية، لكن لما تجد الصفات متكررة عند كل الناس يبقى هذا هو الانطباع الذي يتركه صاحب الشخصية على الناس. بالضبط. شكرا يا كابتن وربنا يوفقك إن شاء الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنناقش نقطة مهمة جدا لعلها تكون إسهامة في اتجاه منع الألفاظ الخدشة، منع الأداء الهابط، منع الترهلات، منع البلاوي السوداء اللي بتشوفوها في الإعلام الرياضي. بعد الفاصل.
اللي اقدر احدد ميعاد اعتزالي، طول ما انا قادر هبقى قادر يعني. دلوقتي والناس كلها بتقول لسه قدامك كتير ولسه قادر وبدنيا موجود وفنيا موجود، بقول لهم لا خلاص. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل النهارده كان في حدث مهم جدا في اتجاه تنظيم اداء الاعلام الرياضي وضبط ايقاعه، كان يتعلق الامر بتدشين مدونه سلوك للاعلام الرياضي. مدونه سلوك يا جماعه عباره عن مجموعه تذكيرات، خلينا نعتبرها كده، لبعض القيم المهنيه والسلوكيه اللي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز في اجتماعهم وبحضور الإذاعي الكبير الأستاذ فاهم عمر رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كل دول شافوا أنه آن الأوان أن احنا نفرمل المسألة شوية، أن احنا نحاول نفكر الناس بمجموعة قيم ومعايير مهنية وأخلاقية وسلوكية، لعل البعض يتذكر انه في مسؤوليه ما ملقاه عليه وانه في ضوابط معينه يتحتم مراعاتها على كل من يتولى صياغه وتقديم رساله اعلاميه للناس. هذه المدونه فيها مجموعه نقاط تذكيريه. عايزين نذكر قبل ما تخش في التفاصيل بس ان احنا اكتر ناس نرحب بمدونه السلوك. صح. لان انا من اول يوم احنا ابتدينا بيه حطينا المدونه عايزين نكون مختلفين، وان احنا اختلافنا مع المكتوب وليس الكاتب، وان احنا عمرنا ما هننسخ في الدفاع الشخصي ولا نسرد الفاظ نابيه ولا خادشه، واننا عمرنا لا كيادين ولا غياظين، ولا وان احنا هندافع بدراء عن حق النادي الاهلي الواضح الذي لا يحتمل التاويل، واننا مش هنخش معارك عشان ندي للأهلي ما ليس من حقه، لأن هذا لا يتفق مع مبادئ الأهلي نفسها. فعندما توضع هذه المدونة والله أراها إحنا المستفيدين، لأن بتحمينا بقى من تجاوزات الآخرين، وإنما إحنا عمرنا ما هنتجاوز. هقول لكم بعض نقاط هذه المدونة لغاية لما هنسمع رأي وزير الشباب والرياضة فيها، لأنه تحدث في هذا المؤتمر، لأنه المفترض ان وزير الشباب والرياضه ليس معنيا، المعني هو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لكن اسهاما من وزاره الشباب والرياضه واطلاعا بدورها في او ادراك لمسؤولياتها في دور الاعلام الرياضي كان للوزير تعقيب. خلينا هقول لكم بعض نقاط هذه المدونه لغايه لما يجهز كلام الوزير خالد عبد العزيز. المدونه فيها باشمهندس بيقول لك يتعين على الاعلاميين الرياضيين الالتزام بأية مدونة سلوك أو ميثاق شرف يحكم عمل الإعلاميين والصحفيين، سواء كانت صادرة عن مؤسساتهم الإعلامية التي يعملون بها أو صدرت عن مؤسسات أخرى مثل النقابات أو اتحادات الصحفيين أو أي أجهزة أخرى لها حق وضع مدونة تحكم السلوك الإعلامي. ومدونة السلوك الإعلام الرياضي ليست بديلة، يعني أنا عندي كنقابة صحفيين ميثاق شرف المهنة، أنا ملتزم بميثاق شرف المهنة اللي أنا أقسمت عليه في نقابة الصحفيين، مش معنى إن أنا هلتزم بمدونة سلوك الإعلام الرياضي إن أنا تجاهلت ده، لا ده بيكمل ده. أنت مش بتؤمن بكتاب وتسيب كتاب، لا ده مكمل لده. بداية بس عايز أنا شفت أصل صورة الإعلام الكبير فاهم عمر، كنا نتمنى أن يكون متواجدا معنا ولكن اعتذر في اللحظات الأخيرة قال أنا ما بصهرش. صحيح. يا ريته بيصهر شوية كنا هنستفيد من وجوده في هذا الحوار. نسمع الوزير خالد عبد العزيز وأكمل لكم ما يتعين على الإعلام الرياضي. نسمع المهندس خالد عبد العزيز. الشباب مع كل التواصل الاجتماعي في غياب الاحزاب السياسيه،
وفي غياب للتعبير عن الراي، فاصبحت الرياضه هي الحته الوحيده اللي ممكن الشباب بيتكلم فيها وعايز يقول رايه وعايز يعارض وعايز يقول ما عندناش الاماكن الاخرى سواء السياسيه او الثقافيه او الادبيه اللي ممكن يكون فيها تفريق اكثر لطاقات الشباب. الرياضه هي اكثر حته في هذا الامر، ومع تواصل الاعلام الرياضي اللي مستمر، وانا كنت حتى بتكلم مع سياده الرئيس في هذا الامر، احنا الوزاره الوحيده اللي عندنا توك شو بالليل متخصص، يعني يمكن برامج التوك شو السياسيه بتتكلم شويه على التعليم شويه على الصحه شويه على النقل شويه، انما احنا عندنا 6-7 برامج في وقت واحد بيتكلموا رياضه بس. فطبعا النقد شديد جدا وكل واحد بيحاول ينافس الثاني، كل واحد بيحاول يجيب خطا تعيين مدرب، خطا تعيين حاكم، خطا قاله اي حد مسؤول في نادي، كل هذه الامور بيشحن بشكل او باخر الشباب بشكل مختلف. لما جينا نعمل قانون الرياضه الجديد فكرنا في هذا الامر، طب هنعمل ايه في روابط؟ فقلنا ان لابد ان تكون روابط تشجيع مهنيه من خلال مجالس لكل مجلس اداره في نادي يقدر يعمل تشكيل لرابطه الانديه اللي فيها اشخاص مسؤولين عنها ينضموا اليها الشباب اللي بيشجع الانديه حتى لو مش من اعضاء الجمعيه العموميه، يطلبوا طلب امنيات عشان يبقى في بشكل او باخر رقابه. زي ما قال الاستاذ مكرم محمد احمد حاولنا مره واثنين وثلاثه، لكن في كل مره او في معظم المرات كان بيحصل بعض المشكلات. الغريب اللي لقيناها ان احنا في المباريات الوطنيه المنتخب بيلعب 70,000 80,000 وصلنا في مباراه تكون 85,000 متفرج، ما كانش عندنا مشكله. واحنا سمعنا من الناس اساتذه الاعلام ان الامم بتجتمع لما بيكون الدوله داخله في حاله حرب، الامه تجتمع لما يكون في حاله ثوره الامه بتجتمع، والثالثه هو في حاله منافسه رياضيه. يعني المنافسه الرياضيه هي ثالث امر يجمع الشعب كله، كبار وصغيرين وشباب وفتيات ومسلمين ومسيحيين، اغنياء وفقراء، كل الناس على مستوى التعليم المختلف، مستوى الاجتماع المختلف، كله بيجتمع ورا فريق واحد. ولذلك احنا شفنا هذا الامر فلازم نبني عليه، لازم نشوف نقدر نعمل ايه في هذا الامر. ازاي ليه 85,000 متفرج في ماتش مفيش فيه مشكله وممكن 4-5,000 في مباراه واحده، لكن مباراه نادي بيحصل فيها مشكله؟ وايه احساس الشباب ده في هذا الامر؟ نحتاج وارضى من مدونه السلوك الاعلامي، واحنا عايزين نشوف نقدر نعمل ايه، ازاي نقدر نساعد في هذا الامر من خلال التعليم. النهارده كل نادي بعد الاسعار اللي حصلت بيشتري لعيبه باعداد بمبالغ كبيره، وانا بسمع اللعيبه ممكن اول مره اسمع اساميهم وبسمع ب 15-20 مليون جنيه. ده هيستتبع من الناس ان هي وهي بتبيع حق البث التلفزيوني لمبارياتها تعالي السعر عشان تقدر تغطي تكاليف اللعيبه وتكاليف المدربين. اللي بسمع المدربين هياخد 2 مليون دولار وكذا، يعني 35 مليون جنيه كذا. طب انا عشان اغطي هذه التكلفه هعمل ايه؟ هرفع سعر البث التلفزيوني والرعايه بتاعتي عشان اقدر من الفلوس دي اصرف على الحاجات دي. طب انا اول ما ارفع سعر البث التلفزيوني والكلام ده هعمل ايه؟ القنوات اللي كمان هتبتدي تشتري مني هذا البث التلفزيوني عشان تحطه وتذيع المباريات هتدفع لي اكتر. يبقى القنوات دي عشان تحط وتدفع لي اكتر هتبقى محتاجه اعلانات اكتر عشان تغطي التكلفه اللي هيجيبوا بيها. عشان تقدر تجيب اعلانات اكتر هتضطر تلجا الى الوسائل التي تخليها تجيب اعلانات اكتر. هذه النقله هتتعبنا اعلاميا. لازم نفكر في هذا الامر. الدوري اذا كان بيتباع بكذا هيتباع بكذا. المباريات اللي كانت بتتباع تلفزيوني ببيع بكذا هبقى ببيع بكذا. الفريق اللي طالع من الممتاز ب الممتاز الف اذا كان بيبيع حق بس تلفزيوني ب 6 مليون و 8 مليون هيتبقى 30 و 40 مليون. هتدفعهم القنوات الفضائيه. وممكن تيجي قنوات من الخارج هي اللي تيجي تاخد البث التلفزيوني. لان احنا يمكن هم بعض الشركات ما بتبقاش هذا البث التلفزيوني هيتحكم في حاجات كتير جدا لان في فلوس كتير جدا. اللي هيقدر يسيطر على الكلام ده حضراتكم. لما حضراتكم انتوا النجوم وانتوا اللي بتظهروا في الاعلام الرياضي وانتوا اللي بتطلعوا في المحطه وانتوا اللي بتقولوا هذا الامر. هل الاعلام هيتاثر بالبزنس؟ هل هيتاثر بما حجم الرعايه وحجم الاعلام وحجم الكلام ده؟ الموضوع ده في الحضر. بص يا ابراهيم، يعني انا توقعت، انا قلت لك كده الوزير مش هيبقى معني قوي بتفاصيل ضبط او ضوابط المهنه، انما هيبقى معني بتاثيرها على الاداء الرياضي
وهو خد الشق الاستثماري والتجاري. وبيقول هل السؤال ده بقى يمكن، طب استناني علشان في تطور برضو مهم. الزميل محمود المخبزي في الاعداد بيبلغني انه المهندس فرج عامر اعلن انه ما لم يتم استخدام حكام اجانب لمباراه النهائي الكاس مع الزمالك يوم الثلاث سموحه هينسحب من اداء هذه المباراه. فرج عامر كان تمسك باستخدام حكام اجانب، طلع امبارح اتحاد الكره على لسان العميد ثروت سويله من المدير التنفيذي للاتحاد وقال انه مجلس اداره الاتحاد وافق بالاجماع على الاستعانه بحكام اجانب في لنهائي الكاس. النهارده جرايد اليوم فيها حاجتين مع بعض، سموحه يتمسك بحكام اجانب، الزمالك يرفض حكاما اجانب للقمه يعني انا افهم الزمالك بيرفض الاجانب ويتمسك بالمصريين، سموحه يتمسك بالاجانب رفعا للحرج ومنعا للضغوط. هو مين اللي بيحضر تملي العفريت عشان ما يعرفش يصرفه؟ يا اتحاد يا كوره، انت ليه بتسيبها للانديه؟ لو انت من الاول كنت التزمت بالكلام المنطقي اللي قلنا لك احمي حكامك في الحاجات الحرجه احمي، انما العناد عادل بقى ظلم الاهلي اجيبه للزمالك والاسماعيلي، بتعني مع مين؟ انت حر اعمل اللي انت عايزه. يعني بيفكرني باللي عايز يغيظ مراته سلخ وشه، يعني حاجه. انت بتغيظ الاهلي في ايه؟ انت حر خلاص، الاهلي خرج وانت عملت اللي عليك والله ما قصرت، لكن هتقود حكامك لايه؟ ليه بتحطهم في هذا الحرج؟ ما علينا، يعني هم حرين ان يتفق. انا بقول مجرد خبر على كل، لانه المخبزي بيقول لي ده تصريح للمهندس فرج عامر له شخصيا منذ لحظات قليله انه ما لم يتم الاستعانه بحكام اجانب. ما علينا يعني، طيب ارجو اللي حضر عفريت يصرفه. بتتكلم انما انا بكلمك بقى على الاعلام. هنا طبعا الوزير بيركز على علاقه الاعلام بالاستثمار. هي فيها تلميحه. تلميحه لما يخش البيزنس في المجال ده هيأثر ازاي على الاعلام وهيتأثر بيه ازاي. المدونه دي لازم تظبط الاداء. ده كلام فيه دهاء شديد وفيه جرس عمل نفسه ما بيتكلمش خالص في الموضوع. وفي الاخر قال لك كيف يتاثر الاعلام بالبزنس. طيب انا عايز اقرا هنا يا استاذ ابراهيم، لحد دلوقتي البند رقم واحد بيقول ايه؟ ان احنا عايزين نلتزم وان المواثيق مش بديل عن بعضها بالزبط. ولكن مكمل انشا لحد دلوقتي انشا اديني اليه التنفيذ. أيوة. لو حصل كذا واقسمت على كذا وعملت كذا يحصل لك كذا. تمام. البند الثاني في المدونه بيقول لك يتعين على الاعلاميين الرياضيين الحفاظ على حيويه الاحداث الرياضيه. دي نقطه فنيه واثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضه مكانتها وتاثيراتها الايجابيه القادره على اجتذاب قطاعات عريضه في المجتمع دون الانزلاق الى اثاره التعصب او اي نعرات دينيه او طائفيه او تشجيع على العنف او تعكير للصف والامن والسلام بين الجماهير او مخالفه اي من القواعد التي تتضمنها القوانين. جميل. وهذه المدونه حلو قوي. هو ابتداها بيدي الاعلام بقى الجزء اللي يخصه العمل. قال لك انا عايزك تحافظ على حيويه الاحداث، كان التمس العذر للاعلام انه يجري عشان السبق الصحفي عشان الاثاره المتعه، ولكن ليس، ولكن خلي بالك وانت بتعمل كده اوعى تعمل كده التعصب العنف الكراهيه الطائفيه ودي حاجات خطيره جدا. بس برضو اللي هي ايه؟ كمل. قال لهم المؤسسات الاعلاميه اللي انتم شغالين فيها هي المسؤوله عنكم، ودي بيقول لهم للاعلاميين انه اي حد هتصدر منه مخالفه مؤسسته هي اللي هتشيل الشيله ما دام عرفت بالخطا. كلامنا مع صاحب المحل. ايوه، ما دام عرفت بالمخالفه احنا هنقول لهم المذيع الفلاني عندكم اخطا في كذا وعقوبته كذا، انتوا المسؤولين عنه. بتقول المدونه كمان ينبغي ان يعمل الاعلام الرياضي من اجل نشر وتدعيم القيم الرياضيه الايجابيه والتي تضع روح المنافسه في خدمه التنميه الصحيحه للعلاقات الانسانيه. جمله يعني لم تضف اي جديد الحقيقه. ما هو ده اللي احنا بنقوله. الاعلام دوره ان يقود المجتمع.
أن يقود المجتمع، التنوير، التقديم، مش أنه يأخذ المجتمع في حضنه وينزل به. بالضبط. يحظر على الإعلاميين الرياضيين الإساءة بأي شكل كان إلى الفرق الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي لدول أخرى من حيث المستوى أو الشكل أو اللون أو الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية في التفاصيل أو أمنية وغيرها قد تتسبب في مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع. دخلنا في التفاصيل مهم جدا. وكأنهم وهم يكتبون هذا البند بيفكروا في اللي حصل أيام الجزائر. بالضبط. بس ما تعملوش كده تاني. بس إيه وانت بتقول ما تعملوش كده تاني، لازم تقول وهم ينبغوا، وإذا ما عملش كده هيحصل له إيه. في تكرار في البند السابع مع المعايير اللي كانوا بيذكروا فيها في الابتعاد عن أي حاجة تتعلق بمعالجات دينية أو طائفية أو عرقية أو غيره. رجع في المادة السابعة بيقول لا يجوز للرياضيين استخدام المنافسات الرياضية بما يؤثر سلبا في الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في المجتمع أو نشر العنف أو الإحباط. والبند الثامن تتحمل المؤسسات الإعلامية كافة نفقات السفر والإقامة والإعاشة للإعلاميين والصحفيين المكلفين بتغطية الأحداث الرياضية داخليا وخارجيا. ودي مسألة فيها مسألة مهمة، بس المؤسسات نوع من الاتهام ده لا بيحطوا، بس لازم يقول تتحمل، كان ناقصة كلمة واحدة بس وحدها. أيوة، تتحمل المؤسسات الإعلامية وحدها، لأن أحيانا بتعرض عليك مجاملات أنت كإعلامي. بالضبط. مسافر مع فرقه يقول لك انت ضيفنا. بالظبط. مسافر مع اتحاد يقول لك انت ضيفنا. بالظبط. في بعض الناس بتقبل ومعظم الناس يرفضون. وانت منهم والكابتن عمان منهم اللي احتكيت بيهم يعني. ارجو ان دي نقطه مهمه وفيها تلميحه مهمه. يحظر على الإعلاميين الرياضيين المشاركة في اي أنشطة او القيام بوظيفة يمكن ان تؤدي الى تعارض المصالح أو تظهر شبهة بذلك، سواء أكان هذا التعارض حقيقيا أو محتملا. الإعلاميين الرياضيين المشاركة في أي أنشطة. ولعله بكده بيقول أنه الإعلاميين الرياضيين ما يشغلوش مقاعد في الاتحادات والهيئات. ده مهم جدا إذا كان يقصد كده. ده ما لاش يعني معنى لكده. جملة مقفولة قوي، لكن ما تروحش إلا في النقطة دي. تعارض مصالح. أنه تعارض المصالح، القيام بأي وظيفة يمكن أن تؤدي إلى تعارض المصالح أو تظهر شبهة بذلك، سواء كان هذا التعارض حقيقيا أو محتملا. لا ينبغي للإعلاميين الرياضيين المشاركة الرسمية بأي صورة من الصور في أي منافسات رياضية رسمية أو إدارتها أو تنظيمها أو الإشراف عليها. هنا وضحها. الإعلاميون الرياضيون ليسوا جزءا من الحدث الرياضي أو أي أحداث ذات علاقة بالرياضة ومنها انتخابات الأندية والاتحادات أو مشاركين فيها، ويتعين عليهم الوقوف على مسافة ما من أي حدث رياضي تمكنهم من تغطيته بشكل مستقل نزيه وموضوعي. ممكن نقف هنا بقى، لأن رغم بساطة الجملة دي هنا مربط الفرس. ما تبقاش طرف، أنت داخل ترصد أحداث وهو راح مديلك النموذج، قالك الانتخابات سواء في الأندية أو الاتحادات أو المؤسسات. إيه اللي يخليك أنت مع فلان ضد فلان؟ إيه اللي يخليك أنت بتلمح حد على حساب حد؟ هنخش في الجزئية اللي ممكن تجاب عليه اللي هي بتاعت الإعلانات المدفوعة التحريرية. أيوة. والمؤسسة، وإحنا شفنا نموذج ده في الانتخابات بتاعت الأهلي. صحيح. يعني عقد اتعمل في مؤسسة إعلامية مع أحد الأطراف. ما تجيبوش سيرة التاني وركزوا نفسكم معايا. وده إعلان مدفوع الأجر، ما فيهوش يعني مجاملات ولا حاجة، يعني بيزنس. فهو حتى بيحذر من ده. مش كده ولا إيه؟ ولا تفهمت حاجة تانية؟ بالظبط. بالظبط. الالتزام في التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية بالسمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح، ولا يجوز الخلط بينهما أو أن تقدم الآراء على أنها حقائق أو يتم التعبير عنها بشكل يخرجها عن معناها أو سياقها. جميل جدا. ودي نقطة، دي في الممارسة، دي نقطة فنية، يعني مش مكانها مدونة سلوك. مش لا معقولة. لا أبدا. لا لا, لا أنا بس هقول نقطة. طب قول وأنا هقول لك يقصد. هقول نقطة يعني كتير قوي
ان انا احط في مدونة سلوك ان انا اقول لاعلامي في فرق بين الرأي والخبر. انا بفترض انه اعلامي، انا بخاطب فئة يفترض انها تكون متخصصة، لانه الحقيقة لو جينا للحق كان لازم البند قبل واحد ان كل من يتصدى لهذه المهنه يكون على دراية باصولها وقواعدها. انت ما قلتش كده، لكنه لما جيت تقول عايز الناس تفرق بين الخبر والرأي وما تقدمش الرأي على انه خبر، دي مسألة مش بس يعني كده استاذ ابراهيم، هو وضحها اللي هي الاخطر من الخبر على انه رأي. بيقول لك ما ساعات الخبر التزام في التحليل والتعليق والتقارير الخبريه بالسمات العامه لكل منها. لازم انت بتقول التحليل، خلاص انت بتقول وجهه نظر، ما تفرضش عليا انه تحليلك لهذه المباراه او لهذه الواقعه ده حقيقه مطلقه. طيب لا، دي وجهه نظرك ماشي حلو، واخد بالك؟ وكذلك في التقارير الاخباريه بالنص تلتزم فيها بالسمات العامه. انا كده بتكلم على خش في الجزء الباقي بتاع جمله هتلاقي ما هنا ولا يجوز الخلط بينهما او ان تقدم الاراء أيوة على انها حقائق او ان تقدم الاراء على انها حقائق. يعني خلي بالك انت بتقول راي يفترض او يحتمل الصح والغلط. 80 او 90% من العلمين يقعد يقول لك معلومه وقول رايه، وانا بقول هتشوفوه بعدين، والكلام اللي بقوله لكم حصل وتاني يوم ولا حاجه ويا جماعه خدوا مني ايوه، ويا جماعه بقى لا اصل مصادري انا بقول لكم ومش هتكلم غير لك انت متاكد. وبعدين يا استاذ يا حضرت مش موجود. فدي والله عارف زي عامل ايه بمناسبه الغلوشه في المهنه، تلاقي حد بيتكلم ويقول لك ايه الكلام ده حصري. حصري يعني ايه؟ الحصريه للحقوق، قياس الخبر الانفراد ده سبق انت حد قاله منك قبل منك ولا لا، انت انفردت بيه ولا لا، لكن الحصريه دي حقوق. ممكن اسالك سؤال؟ في دنيا السوشيال ميديا ما عادش في انفراد. انفراد يعني ايه؟ ده بعد ما ثانيه تنطق البق ما عادش في سبق. بدم خرج من البق مفيش حصريه. لكن ما علينا، كل واحد عايز يتصور نفسه حصري، ما بتضرش حد ان يقول حصري. اللي يضرك ان يقول لك الاجتهاد او يكون متعمد انه ياخد الدنيا في السكه دي على اساس ان دي معلومه، وهي معلومه مش معلومه لكن هي بتسوقك لحاجه. طيب في الماده 13 من هذه المدونه يتعين على الاعلاميين الرياضيين الحرص على ان يكون ولاؤهم الاول والاخير للمؤسسات الاعلاميه التي يعملون بها وليس لاي مؤسسه رياضيه اخرى. الله ينور. يعني انت ما تبقاش مندوب الاخبار في النادي الاهلي وانتمائك للنادي الاهلي، مندوب الاهرام في الزمالك، انا بدي امثله، وانت دورك انك تروج لسياسات المكان. خد المعلومه، خد الخبر وانسبه للمصدر، انسبه للمصدر، يعني ما تقولش على اساس ان ده حصل او ده رايك. طيب انا ممكن اقول حاجه بس؟ لما احط في مدونه سلوك، انت على فكره انت اللي كنت خريج اعلام وانت اللي طلع الاول مش انا. لا هقول لك لما قول انت اللي انت لما انت تحط في مدونه سلوك تقول ان الواحد ولاؤه الاول، خد بالك حاجه، ان يكون ولاؤهم الاول والاخير، هنا حددت الولاء ان هو نمبر 1 ونمبر لاست، خلاص بين الاثنين مفيش حاجه. مفيش حاجه يكون لمين؟ للمؤسسه الاعلاميه؟ لا، ما هي مش كده، هي ولائك الاول والاخير للمهنه وقواعدها. لا مش عايز يقول ايه بس اصبر، معلش مفيش حاجه اسمها ولائك الاول والاخير للمؤسسه اللي انت شغال فيها من خلال التزامك بالمهنه. اوكي معلش، الولاء اولا واخيرا لقواعد واخلاق واداب وضوابط المهنه. انت ملتزم بقواعد وضوابط واخلاق المهنه. النقطه الثانيه انت بتعمل في حته بس بالمعلومه دي بتروح حته ثانيه. اوكي، ما يتعلق بعلاقتك بالمكان، انتمائك ليها، انت ولائك لمهنتك وانتمائك لمؤسستك، انما انت بتنتمي او يقول لك ولائك اولا رقم واحد ورقم اخير للمؤسسه. لا، هنا ممكن اقول لك، هنا الصياغه ممكن اقول لك مثل. انا فاهم والله تقريبا. انا عادل الخيع بشتغل في الجمهوريه وفي قناه النادي الاهلي. هو عايز يقول له كده، اصبر بس علي. ممكن احجز الخبر الصحيح الصادق لقناه الاهلي ولا الاصول ان انا الاول ادي للجمهوريه؟
انت لم تخالف لا معايير المهنه ولا الاداب المهنه ولا حاجه، لكن عايز اقول لك ايوه انت بتعمل في حته اللي انت بتقوله تفسير جميل قوي، تفسير جميل قوي. عارف التزامك بالمهنه وقواعدها ونجاحك فيها ضمنيا الكلام يحتم عليك خلاص انك تعمل ده. فالانتماء انا يعني انا بس عايز اقول ايه، هو المشرع او اللي اصاغ هذه المدونه وكلهم بشر يعني ما فيش حاجه اسمها ولائك الاول والاخير للمؤسسه. طب هو لما يغير المؤسسه يشيل انتمائه يستأصل الغده من يعني هو شغال في المؤسسه الف سابها وراح للمؤسسه به، خلاص ده الاحتراف يا استاذ ابراهيم. يبقى تلعب للاهلي، يبقى ما بتكلمش على ولاء مهني بقى، يبقى انا بتكلم على علاقه عمل، وبين الاثنين في فواصل وفوارق كبيره جدا. انت اللي تعرف. أيوة انا بقول لك الاول والاخير الولاء للمهنه وقواعدها والانتماء للمكان. بالظبط، انتمائك للمكان يتعين على الاعلاميين. خلي بالك الانتماء ليس بالضروره فيه ولاء. طبعا طبعا انا ممكن انتمي لان انا بشتغل هنا لكن مش مخلص المكان بتاعي. يعني هي عايزه شوف كل ولاء عشان ما تضيعش وقت، كل ولاء يتضمن انتماء عشان ما تضيعش وقت. يتعين على الاعلاميين الرياضيين الالتزام باللغه التي تحفظ للرياضه رسالتها واستخدام تلك اللغه في الارتقاء بالذوق العام. يا سلام يا ريت. يتعين على الاعلاميين الرياضيين اللي تنزل بال يتعين على الاعلاميين الرياضيين الالتزام في التعليق او التحليل بالقواعد الحاكمه لكل رياضه من الرياضات المختلفه. رحت في حته فنيه قوي، ان الناس لازم يكون عندها فكره عن التحكيم على اللي بتتكلم فيه. بالظبط. يعني انا هنا بتكلم على مكونات الاعلامي بقى. لا يجوز التعرض للحياه الشخصيه للمشاركين في الاحداث الرياضيه مهما كانت الدواعي. الله ينور. الله ينور. على الاعلام الرياضي الالتزام تحت اي ظرف. يعني انا مش معقوله عشان ادلل على اني انا احسن من فلان ان انا اغمز والمز على حياته الشخصيه. بالظبط. لا يجب، بس لازم هو بيقول يجب يقول لو ما عملش كده يحصل ايه. ايوه هي دي اللي انا ده السؤال الكبير. على الاعلام الرياضي الالتزام تحت اي ظرف بتجنب استخدام تعبيرات التهديد او التخويف او التحريض او كل ما يحمل التاثير السلبي تجاه الافراد او الجماعات او فئات المجتمع. دي نصايح ولا مجموعه من يعني الضوابط؟ انت بتتكلم في مدونات سلوك، فهتلاقي كتير من لازم يتحطوا قدامها العقوبات. طبعا. والا هتفكرك باللي كان بيتكتب على الكراسه زمان، على ظهر الكراسه. ما هتنفع واحنا صغيرين. ايوه هتغير ايدك قبل الاكل من سلوكي، لكن انا كبرت خلاص. حيث تعد الصورة جزءا مهما من المعلومات الرياضية، فإن المعلق الرياضي في حالات الصور الصادمة أو غير المألوفة يتعين عليه التحذير مسبقا من عدم صلاحية تلك الصور أو الأفلام للمشاهدين الصغار. سهلة دي. لابد أن يبادر الإعلاميون الرياضيون إلى تصحيح أي أخطاء كبيرة كانت أم صغيرة فور معرفتهم بهذا الأخطاء. مهم جدا طبعا. ده الأمانة بقى، دخلنا في أمانة السرد ولا تقديم الخبر. يلتزم الإعلاميون الرياضيون بذكر مصدر المعلومات التي ينشرونها إذا كانت قد نشرت من قبل في أي وسيلة إعلامية أخرى. أي دي سهل. إنك تحفظ حق الآخرين. لا يجوز للإعلاميين الرياضيين استخدام المنصات الإعلامية التي يعملون بها للترويج لمنتج أو شركة أو مؤسسة حتى وإن كانت من الرعاة للبرنامج الذي يقدمه، وكذلك في افتعال المعارك والتراشق اللفظي مع اطراف اخرى. ازاي دي بقى؟ يعني انا راعي البرنامج ما اقدرش اقول ما تقعدش تهلله. يعني امال بيرعاني ليه؟ ما هي ما انا بقول لك في كتير من المسائل هو هيقول لك يكتفى مثلا ان انت حاطط اللوحه او حاطط الاعلان. في حدود يعني اللي متفق عليه. بالظبط. طب لو كان متفق عليه ما تحولش هذه المنصه. لا ما هو في اعلانات تحريريه، ما اصل دي في الممارسه فيها صعوبه. وممكن انت في الممارسه يكون دافع انك تقول عني كم خبر. بالظبط. لا يجوز بأي حال تدخل الرعاة أو المعلنين في محتوى الإعلام الرياضي من حيث اختيار الضيوف أو تحديد الموضوعات حفاظا على الحيدة والاستقلال. يا رب. بس تتعمل إزاي برضو؟ يتعين على الإعلاميين الرياضيين التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تتم في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها ونشرها للجميع. أعتقد أن احنا من أكثر المؤمنين بهذا بدليل احنا دايما نؤكد على قيم ومبادئ النادي الأهلي. بالظبط. وبنقدم النماذج. يتعين على الإعلاميين الرياضيين فهم الأهمية الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية للأحداث الرياضية في حياة المجتمع، وأن تخضع ممارسة العمل الإعلامي
لما تفرضه هذه الأهمية ويتعين على مؤسسات الدولة مساعدتهم في ذلك. يعني الإعلاميون الرياضيون مطالبون بعدم نشر أو التسبب في نشر أي مواد أو إعلانات كاذبة أو مضللة أو زائفة، وكل مادة إعلانية يتعين تمييزها بأنها إعلان. أن تعمل وسائل لا الإعلام. لا لحظة، يعني أنت ممكن تبقى عارف أن الإعلان ده مزيف وتعمله؟ لا، مجرد أنك تقول ده إعلان؟ وأنت مبدأ هو عايز يقول لك أنه ما تنشرش إعلان تحريري وتكذب على الناس أن ده مش إعلان، لازم أن تكتب عليه إعلان تميزه أنه ده إعلان. أن تعمل وسائل الإعلام الرياضي جميعها التقليدية والحديثة على حفز الرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية وبخاصة كرة القدم، وإن كان تمييز الكرة مش ذات معنى لكنه ماشي يلتزم. أنت عارف إن أكثر لعبة عنيفة ويحصل فيها خناقات تكاد تكون في كل مباراة إيه؟ ما حدش بيجيب سيرتها. أعنف لعبة فعلا كرة الماء، الوتر بول. كل لازم تبص تلاقي الناس مرمية في الملعب والكراسي بتضرب. أصل تحت المية كمان اللعيبة بتضرب في بعض جامد. بعد الماتش بتبص تلاقي الكراسي في الهواء والمتفرجين في المية. واللعيبة بره بتضرب بعض. لا ويضربوا بعض تحت المية، الحكم نفسه ما في دم بيبص تحت المية. البند 27 يلتزم الإعلاميون الرياضيون باحترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجمهور والإداريين. وتهدئة المشاعر الغاضبة لديهم، وعليهم الاستعانة بمهاراتهم المهنية في تحقيق ذلك. هايل. يعني المكايدة، ليس وظيفة الإعلامي المكايدة والمعايرة. الإعلامي طبعا مغلوب. البند 28 وهو الأخير في هذه المدونة، تحال العقوبات في حالة مخالفة مدونة الإعلام الرياضي إلى القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي بصفة عامة، ويتعين على الجهة المنوط بها متابعة الالتزام بهذه المدونة، مخاطبة الجهة المسؤولة عن تطبيق العقوبات واقتراح ما تراه في هذا الشأن، على أنه في بعض الأحيان يكون نشر المخالفات وإبرازها في وسائل الإعلام عقابا في الحالات التي لا تستوجب تطبيق لوائح أو القوانين أو قوانين عقابية. يعني عايز يقول في الجملة دي يكفي التجريس، احنا لما بننشر ان المذيع الفلاني غلط فده في حد ذاته عقوبه، يعني ادينا بلغنا الناس. بس برضو ده جميل بقى، الماده 28 دي جابت على السؤال اللي انا عمال اساله، اليه التنفيذ. حد بقى يرفق لنا العقوبات المنصوص عليها في كل في 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 كل الحالات دي، عشان برضو يبقى الناس فاهمه ماذا ينتظرهم في حاله المخالفه. الحقيقه يمكن عندنا عطل في الاتصالات الهاتفيه، كان المفروض يكون معانا على الهاتف الزميل العزيز الاستاذ صالح الصالحي مدير تحرير الاخبار وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اللي انبثقت عنه لجنه ضبط الاداء الاعلامي اللي اصدرت هذه المدونه، علشان يجاوب للمهندس عدلي على هذه الجزئيه الاخيره. طب ايه عقوبة هذه المخالفات؟ ما لا يدرك كله، نتمنى يكون معانا حد يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. ده احنا عندنا وقت وبدنا نبتدي الساعة 9 وربما مش عارفين هتبقى الحلقة الأخيرة قبل رمضان، بعد كده في رمضان ولا لا هنسأل. فلازم يكون معانا حد. طيب شوية البرد الخفيفة اللي انت شايف بتوع الأهلي كطبيب، هو ده التشخيص بتاع كل الحكاية اللي انتوا شايفينها في الأهلي، شوية برد خفيف. هو أنا لما أقول كده أبقى أنا راجل بدافع وبطبطب؟ بالعكس، هو أنا بشخص صح. الأهلي ما تغيرش، الأهلي زي ما هو بكيانه، غاب عنه 6-7 لعيبة مهمين وبعض التوفيق وترصد في بعض القرارات التي جانبها التوفيق من جانب الحكام. يا سيدي هناخد بحسن النوايا، لكن كانت كلها على حساب الاهلي بالصدفه، يعني يستفيد الاخرون ماشي، لكن انا بقول لك ظروف صعبه تتجمع وتتكرر. يعني اتظلمنا افريقيا، اتظلمنا في كاس مصر، ارتبكنا في ماتش الاهلي والزمالك تحكيميا، اذا الظروف لم تكن مواتيه في الثلاث ماتشات اللي ورا بعض دول. يستعيد الاهلي عافيته، الاهلي تعادل سلبا مع الترجي، وهي أفضل نتيجة للأهلي مع الترجي خلال السنوات الماضية، لأن كل التعادلات السابقة إيجابية كانت لصالح الترجي، التعادل الإيجابي على ملعبك. إذن أنت بإذن الله
بتلعب دوري مجموعات، ولكن انت فين دلوقتي؟ الجول بيقول لك ايه العالمي؟ انت اول العالم. شوفوا موقع، زرروا الجاكيتات بقى واسمعوا موقع جول العالمي. واحنا لما كنا قلنا يا جماعه الاهلي اول انديه العالم الاكثر تتويجا في الالقاب القاريه، بعد كده تم انتزاع اللقب منه، حلو قوي، بعد ما كنا وصلنا ل 20 لقب ماشي. قلنا يا جماعه فيما يتعلق ببطولات كره القدم المتنوعه، المحلي والاقليمي والدولي والقاري، لازم من احصاء. ظهر موقع جول العالمي او طلع احصائيه لاكثر انديه العالم، ده طلعها موقع جول عبر نسخته الاسبانيه مش العربيه، انه قدم احصائيه هذا الاسبوع لاكثر انديه العالم تحقيقا للالقاب على مستوى العالم. اللي يشعركم بالفخر ويجب ان يشعر كل مصري وكل عربي بالذهو الحقيقي، انه النادي الاهلي اول انديه العالم حصولا على بطولات كره القدم. ده موقع جول العالمي في نسخته الأسبانية بيقول إنه الأهلي جه على رأس القايمة على حساب برشلونة وريال مدريد من أسبانيا وبايرن ميونخ من ألمانيا ومانشستر يونايتد من إنجلترا. الأهلي الأول ب 117 بطولة، اللي هم إيه؟ 93 بطولة محلية، 20 بطولة أفريقية، وأربع بطولات عربية. المهندس عدلي هنرجع لهذا التصنيف العالمي المشرف لكل مصري الحقيقة وكل أهلاوي، لكن المهندس عدلي كان طلب مداخلة مع الزميل العزيز الأستاذ صالح الصالحي عشان يسأله مدونة السلوك ديت ماذا تعني، ضوابطها إيه، وآخرة اللي خالفها يحصل له إيه بالضبط تحديدا. معنا على الهاتف الصديق العزيز الأستاذ صالح الصالحي، مدير تحرير الاخبار وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. يا استاذ صالح مساء الخير. يا مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير عليكم على الاستاذ عدلي وعلى الجمهور وعلى المشاهدين. ازاي صحتك الشرقيه ما فيهاش شبكه ولا ايه؟ لا الشبكه اللي عندكم انتم مش عندنا. هو احنا كنا نتمنى وجود حضرتك معانا، بس عرفت ان هو الخميس بيبقى حريص يروح للحاجه في الشرقيه. يا سيدي مش عايزين ناخده منها ها؟ لكن احنا قرينا 28 بند في عجاله كده عشان ما نعطلكش عن الحاجه يعني كان وجهه نظري الكلام كله عباره عن يعني ما يصحش وما ينفعش ولا يجوز في حاجات محدده قوي، وانا معاها على فكره، الجمع بين مثلا ان تكون اعلاميا وعضو مجلس اداره الاتحاد، او مش ده المقصود يعني. ايوه تمام. طب مدى قدرتكم على فرضه؟ هل هو هيدخل ضمن اللوائح المنظمه للعمل ولا دي توصيه ولا ايه مثلا يعني؟ يعني في البدايه كده احب اوضح لحضراتكم والساده المشاهدين دول باختصار كده في جمله او جملتين. دول المجلس الاعلى للاعلام لتنظيم الاعلام هو حمايه حق المشاهد في اعلام نظيف، اعلام تنويري وتثقيفي. تمام. يسمو يعني هذا الاعلام يسمو بالمشاهدين ويرفع من شانهم ولا يوجه لهم اي اهانات. تمام. خلينا نقول ان المدونه بتاعه سلوك الاعلام الرياضي خطوه على طريق نحو اعلام رياضي صحيح، اعلام رياضي يعني لا يدعو الى التعصب، وانما هذا الاعلام يعمل على ان يكون هناك سلام في ملاعبنا وفي المدرجات الرياضيه عموما. طبعا زي ما انتم قلتوا حضرتك زي الاستاذ ابراهيم والاستاذ عدلي قلتوا ان هذا الامر يحتاج الى لائحه جزاءات. وقبل ما اقول لائحه الجزاءات، الاهم من المدونه نفسها ان على الاعلامي نفسه ان يتحمل كل اعلامي مسؤوليته امام نفسه اولا وامام جمهوره. بمعنى ان الاعلامي نفسه يضبط من ادائه ومن عمله ومن مما يخرج منه من الفاظ. ده دي يا فندم في سلوك الانسان بشكل عام ولن يحدث. احنا دلوقتي حاطين مدونه كاسترشاد ما ينبغي على ان تفعله ما يفعله الاعلامي ولا ينبغي عليه ان يفعله. تمام. انت دليل الاعلام الذكي او المحترم او الراقي او اللي احنا بننشده. تمام. اذا لم يلتزم
ماذا سنفعل؟ طيب حضرتك هناك لائحة جزاءات أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. هذه اللائحة محددة يعني فيها تحديد للمخالفة وأمامها العقوبة، وهذه اللائحة يتم مراجعتها الآن في مجلس الدولة. هايل. يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور ورضاها من مجلس الدولة. هو اللائحة سوف تتضمن فيها كل ما المخالفات، بداية من أصغر مخالفة إلى أكبر مخالفة اللي هي والجزاءات. جزاءات بداية من زي ما أستاذ إبراهيم أنا سمعته بيقول التجريس، نهاية إلى غلق الشاشة. على فكرة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤوليته الشاشات وما يكتب في الصحف. أنا لا أعاقب إعلاميين أو صحفيين، أنا كل دوري منصب على الشاشة نفسها، عشان كده أحاسب المؤسسة والصحيف أحاسب الشاشة. تمام. أما الإعلامي ذاته فسوف يتم إحالته إلى نقاباته المهنية لتتخذ إجراءاتها وفقا لقانونها. دي نقطة مهمة جدا، دي نقطة مهمة قوي. إذن أنتم تملكوا إحالة الإعلامي المخالف أو الصحفي المخالف إلى جهته طبقا لقواعدها ونظامها ولائحة الجزاءات. وعلى فكرة أنا متفق إن مجرد الإحالة دي في حد ذاتها في جزء من العقوبة، لكن أيضا في أمور بتخرج عن الحد، إن إعلامي يتهم واحد في سمعته وفي ذمته والأمر يعدي. يعني مثلا لا، هذه الأمور مش هتعدي، يعني هذه الأمور بتخضع للجزاءات التي اللي بتحددها اللائحة، كما أنها بتخضع لأمور تانية. يعني أنت حضرتك أي واحد بيتهم في شرف او في غيره، احنا بنحاول منع هذا الامر، لان هذه الامور سوف تصل الى النائب العام والنيابه ومحاكم وغيرها، واحنا كمجلس اعلى الاعلام حريصين على الاعلاميين ان نكون حائط صد لهم حتى نمنع هذه الامور. انا مش عاوز الاعلامي والصحفي ان هو كل يوم رايح جاي على النيابه او رايح جاي على المحاكم، لا بالعكس، انا بتخذ اجراءاتي وبالعكس بطلعها بسرعه. انت كده بتحميه برضه. يكون في عقوبه، وهذه العقوبه يعني للطرف المضرور يجد نفسه امام، يعلم ان هناك جهه تحاسب، فبالتالي لا يلجا الى مساله النيابه وخلاف. وبالتالي عشان كده في الاول قلت حضرتك ان الاعلامي يجب عليه ان يقف امام مسؤولياته. الاعلام هناك الكثير من المدونات، وهناك الكثير من مواثيق الشرف، وهناك الكثير من القواعد، لكن هذه كلها كلام حبر على ورق. احنا ان شاء الله في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام من خلال لائحه الجزاءات هنخليها مفعله. هي دي حاجه انا بطلب من الاعلامي نفسه خلاص. احنا مضينا مرحله فوضى عارمه، فوضى اصابت عديد من قطاعات البلد، وكان منها طبعا بالطبيعي يعني الاعلام، وكلنا شاهدنا هذه الفوضى وكلنا نعاني من هذه الفوضى. لا، الناس واخده راحتها قوي في الشاشات. اعلم جيدا ما يخالف الجمهور وما يخالفني انا شخصيا، وما لا احب ان اسمعه على الشاشه، وما لا احب ان يراه ابني على الشاشه او ما يراه اسرتي على الشاشه. هذه امور بسيطه. هل يمكن يا فندم ان يحدد قبل ان يخرج على الهواء ان يحدد الطريقه والاسلوب التي سوف يخاطب بها جمهوره؟ والجمهور على فكره ذكي جدا، وسوف ينصرف عن اي واحد يستخدم الفاظ تخدش الحياه او تجرح او تسب او الفاظ فيها عدم حقيقه او عدم مصداقيه، هيشاهدوا مره واثنين وثلاثه، لكن في النهايه هتجد ان الجمهور ينصرف عن هذا البرنامج وينصرف عن مجالس هذه القناه، وان كان بعض الاعلاميين يستخدمون هذه الوسيله لجذب مزيد من المشاهدين بالزبط. وجذب مزيد من الاعلانات وخلافه. يعني حضرتك دي امور يعني امور نعلمها جميعا في الاعلام، لكن انا عاوز اوضح ان احنا من خلال لجنه الشكاوى في المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام رصدنا بعض النقاط اللي كان يعني دخلت ضمن المدونه دي او ضمن كمان المدونه اللي وضعها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، هي المظله العامه للاعلام كله في مصر، بخش تحتها برضه الاعلام الرياضي والدراما وخلافه. هذه الامور احنا يعني انا قلت لاول حضرتك حاجه ان هناك فعلا خلط بين الراي والخبر، وانا برايي كلام المهندس عبد الكريم فعلا هناك وجدنا كثير من الامور وكثير من الشكاوى والمخالفات في مضمونها خلط بين الراي والخبر. هناك العديد من الامور بتدخل في عدم يعني اقول ايه مش عارف اقول يعني عدم المهنيه، لا خليها عدم الخبره، عدم الخبره من الاعلاميين، ليس لديهم خبره، وهناك ضعف في اعداد البرنامج قبل ان يعني يخرج الاعلامي على الشاشه.
هناك استسهال في الامور كثيره، هذه الامور يجب ان يتم ان تضبط جيدا، وان يكون الاعلامي مسؤول ويعلم جيدا انه عليه دور تنوير وتثقيف، عليه ان يسمو بالمجتمع ولا يحط من شانه ولا يحط يعني ما اخرج لفظ فيه خدش حياء او غلافه على الشاشه. طب انا يعني انا دوري ايه بقى بعد كده؟ انا المفروض انا بالعكس انا دوري ان انا اسمو بالمجتمع واسمو بالمشاهد واسمعه حلو الكلام مش هيسه سيء الكلام يعني محصور الكلام مش هيسه سيء الكلام. صالح واحد على فكره ده بقى هناك يعني ده اللي بتوضح بين الفرق بين الاعلام الذي لديه الخبره المتمكن من ادواته والاعلامي قليل الخبره الذي يلجا الى مثل هذا بس المشاهدين. برضه الاعلامي كبير الخبره احيانا يستخدم خبرته في انه يحدث في السكه اللي هو عايزها. لا دي حضرتك بقى يعني سكته اللي هو طيب استاذ صالح يعني لانه دهمنا الوقت للاسف. بس انت معاك الاستاذ صالح معاك في الاخبار انا بس عايز اسال سؤال يا فندم. دلوقتي في حاجتين انتوا هنا بتقولوا الولاء والانتماء للمؤسسه، وفي حته تانية انه ما يعملش في عمل يكون بيتعارض مع ال يعني ما يعني فهمنا منه انه ما يكونش مثلا صحفي وبيشتغل مثلا في اتحاد او في او عضو مجلس اداره اتحاد او عضو. هل ده فهمنا كده صح ولا ده ما كانش المقصود يعني؟ لا هو المفروض يفصل بين عمله الاعلامي وعمله العام او عمله في مجالس الادارات اللي في اتحادات. لا هنا مكتوب لا يجوز الجمع او لا يجوز الجمع او في مدى قوه الجمله دي يا فندم، مدى قوه الجمله دي على ارض الواقع. لا يجوز الجمع بس انا جمعت هيحصل ايه؟ لا عايزه لائحه، عايزه قانون. ما ده اللي انا عايز اقوله يعني. هي وبعدين اخر حاجه سعادتك واجد على الجزئيات احنا عايزين نجيبه. لا مش هينفع كده. انا القادمه صالح بيه هذه الجزئيه بالذات سوف يتم عليها تم منع الاعلامي او لا. تمام انا حاسس يعني اعتبرها اسئله بدون اجوبه لحد ما سيادتك تشرفنا من الاثنين الجاي، لان هنحتاج اجابات وتفاصيل اكتر، لان هنعرج على حاجه مهمه جدا وبرضه مش هتنتظر رد حضرتك عليها دلوقتي لان دهمنا الوقت. وماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي؟ وشكرا. وهذا موضوع شرحه يطول. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الاستاذ صالح الصالحي مدير تحرير الاخبار وعضو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ولعلها خطوه مهمه على طريق تصويب أداء الإعلام الرياضي وتكتمل بآليات الثواب والعقاب وآليات تنفيذ المحاذير أنك طيب. تقدر تحولها إلى فعلا لما تقول منع الجمع يبقى عندك الآلية اللي بتمنع. أخيرا وسريعا، الأهلي أول أندية العالم ب 117 بطولة، يأتي في المركز الثاني جلاسكو رينجرز الإسكتلندي 115، فريق ناسيونال أوروغواي الثالث 111، مواطنه بينارول جيف الرابع ب 107 بطولات، سلتك الاستوكلاند الخامس 104 بطولات، برشلونه الاسباني السادس 89 بطوله، ريال مدريد السابع 88 بطوله، بنفيكا البرتغال الثامن 81 بطوله، اولمبياكوس اليوناني التاسع ب 75 بطوله، بورتو البرتغالي المركز العاشر في قائمه برصيد 74 نقطه، قائمه العشره العظماء في العالم. العظماء عشرة أعظمهم الأهلي وليس أقدمهم كل البطولات، وهو ليس أقدمهم. ولو اتعملت نسبة مئوية بين تاريخ البطولات ونسبة الأقدمية هتلاقوا الأهلي فارق بكتير جدا كمان أكتر من المركز الأول. هل لديك أقوال أخرى؟ لا وده خبر ينفع تتكلم بعدين نسيب الناس تسعد بيه. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي أول العالم بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله، ودايما أنا الأهلي. كان والحاضر انا الاسم اللي هز جبال من الاول لحد الاخر هيفضل مع
مصنع الابطال. انا ادي الحياه وتحدي ولسه عندي قوه وعندي اعدي الف سد وعدي اقوم واطلع واهد جبال. انا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرتي في اليابان بطل عدى حدود افريقيا ولسه في قلبه حلم كمان في ضهري ومن سنين اواني قولوا بدت كتير علشاني. انا الاهلي اللي صان العشره دهب مش قشره ولا بهتان. بدايتي وكانت كده كانت في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده سنين وهنيه. اهلي اكمل كمان في ضهري كتير من زمان معايا جماهيري بتسند بيها. مسموعة وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعة. انا النجم اللي فوق في العالي انا اللي مفيش يدين وصلالي. انا روح الفانيلا الحمراء وانا الناس اللي عايشالي. انا الاهلي اللي سابق دايما ودايما سكتي قصادي ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برضو في معادي. لا قدرت يوم ظروف تحبطني ولا صوت عالي بيسكتني. انا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وينادي. بدايتي وكانت كده كانت في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده.